بسم تفضل. الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني ويشرفني باسمي وباسم لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في المنطقة الشرقية ولجنة الجبيل خاصة أن أرحب بكم جميعا، فحياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتونا جميعا بحضوركم، كما يسرنا أن نرحب بأخينا المهندس يزن عارف محاضرنا لهذه الليلة. المهندس يزن عارف هو مهندس محترف خريج هندسة الأنظمة الرقمية من البلقاء التطبيقية عام 2004، خبرة ما يقارب 15 عاماً متنوعة، عمل في عدة مجالات أشهرها مهندس مختص في مولدات الديزل. حياك الله مهندس يزن وشكرا لتطوعك. حياك الله اخوي ابو ليث، واهلا وسهلا بالجميع. بارك الله فيك. طبعا هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة في هذا الموضوع، ونظرا للطلب والإلحاح على لحاجة المهندسين إلى فهم الموضوع للحاجة إليه في هذه الأيام، لأنه قد تكون ملزمة عمل امتحان الفاندمنتال اوف انجينيرنج للاعتماد المهني والبيئي، فلذلك ارتأت لجنة الارتباط أن نقوم بهذه المحاضرة المرة الثالثة لنوضح الأمر ونجيب على الأسئلة. لن أطيل عليكم كثيرا، سأترك المجال للمهندس يزن عارف فليتفضل. مشكورا، تفضل مهندس يزن. تسلم اخوي ابو، السلام عليكم ورحمه الله اول شيء، واهلا وسهلا بالجميع. في البدايه يا اخوان، انا بحب بس اعطي شبه او بريف عن امتحان الاف اي. امتحان الاف اي يا اخوان هو يعتبر كامتحان الامتياز في الطب، يعني انت على اساس تمارس مهنه الطب بتطلب منك امتحان ممارسه. امتحان الاف اي هو امتحان ممارسه، هذا الامتحان يؤهلك انك تكون مهندس معتمد. في البداية كثير من الدول مثل الفلبين، مثل كوريا، مثل اليابان، مثل أمريكا، المهندس بعد تخرجه من الجامعة يا أخوان يجب أن يخضع لهذا الاختبار. الجماعة هناك ما عندهم جامعة معترف فيها أو جامعة غير معترف فيها، فهذا الامتحان بيحدد أنت كونك دارس هندسة أو لا. إذا أنت اجتزت هذا الامتحان تأخذ ترخيص مزاولة المهنة، تماما مثل الطبيب لما يتجاوز مرحلة الامتياز بأخذ تصريح او ترخيص مزاوله المهنه. هو امتحان الفاندمنتال انجينيرنج يا اخوان باختصار هو امتحان لمزاوله المهنه. في الدول العربيه تم الانتباه لهذا الموضوع مؤخرا، يعني بعد فتره طويله من الزمن تم الانتباه لهذا الموضوع، انه بعض الجامعات بتكون مثلا غير معترف فيها، بعض الشهادات بتكون مثلا اخذت بطريقه غير شرعيه، فصار الان التوجه عند معظم نقابات الدول العربيه ومن ضمنها الأردن والسعودية طبعاً في عقد امتحان أو اختبارات تقيس مدى كفاءة المهندس. من ضمن هذه الاختبارات وأهمها هو اختبار الأف إي، وبيجي بعدين الخطوة اللاحقة اللي هي اختبار البي إي البروفيشنال إنجينيرينج، وطبعاً في السيرفيرز أو اللي بيشتغلوا في السيرفي أو في مشاريع المساحة لهم امتحانات خاصة فيهم. الآن إن شاء الله راح نتطرق لكل الأمور والحيثيات الموجودة في امتحان الأف إي، وبعد هيك راح ندخل على امتحان البي اي، والنقطة الأخيرة راح نتكلم على الاعتماد المهني في السعودية وفي الأردن ومعظم النقابات العربية طبعا. فخلينا نشوف المواد اللي راح نتحدث عنها. أول شيء راح نتحدث في أول نقطة عن الـ NCEES، وراح نتحدث عن أهمية الامتحان أو أهمية امتحان الـ FE، وليش لازم كل مهندس يكون عنده اعتماد مهني، وإيش الأشياء اللي أنت متوقعها في امتحان الـ FE، أو الأشياء اللي أنت متوقع تكتسبها من امتحان الـ FE. وبعدين راح نتحدث شوي عن موضوع استراتيجيات النجاح في امتحان الاف اي، وبعد هيك راح نعرج على امتحانات البروفيشنال انجينيرنج او امتحانات البراكتسنج تبعت الانجينيرنج، وبعد اخر نقطه ان شاء الله راح نتطرق لموضوع امتحانات قياس والهيئه السعوديه للمهندسين والاعتماد في نقابه المهندسين الاردنيين. طبعا انا برحب بالاخوان العرب اللي حضروا معنا اليوم، ان شاء الله كمان يستفيدوا من الموضوع هذا بالنسبه لنقاباتهم، لانه ما ينطبق في الهيئه السعوديه للمهندسين ونقابة المهندسين الأردنيين ينطبق بباقي النقابات العربية. أول شيء يا أخوان، الهيئة المعنية في امتحانات المهندسين، وهو طبعا هي أقدم هيئة كانت تعقد امتحانات للمهندسين من فترة الستينات،
طبعا الهيئه هاي موقعها امريكا، واللي هي ناشونال كونسل اوف اكزامينرز اند انجينيرنج، عفوا او فور انجينيرنج اند سيرفيرز. هاي اللجنه مقسومه لجزئين، الجزء الاول بيعقد امتحانات للمهندسين، والجزء الثاني بيعقد امتحانات للناس المختصه بالجيوديزيا والمساحه. انا طبعا ما عندي فكره ليش الجماعه عاملينها شغلتين، يعني قاسمين الموضوع لجزئين، انه جزء مختص بالهندسه وجزء بالمساحه، ويبدو ان النظام في امريكا هيك. لكن احنا عندنا في الدول العربيه طبعا اتوقع انها نقابه بس بتكون مختصه في المهندسين، فحيكون الموضوع طبعا شامل الاخوان اللي بيشتغلوا في المساحه، يعني ممكن يستفيدوا من المحاضره هاي. NCWS بدت سنه تقريبا 1960، وتم اعتمادها في اكثر من 30 دوله. يعني الان انت اذا نجحت في اختبار NCWS او في امتحان الاف اي والبي اي المعقود من هاي الهيئه، انت تعتبر معتمد في اكثر النقابات العربيه، ومن ضمنها الهيئة السعودية للمهندسين، ومن ضمنها برضو اللي هي نقابة المهندسين الأردنيين. طبعا الإخوان في مصر بيعتمدوا هذا الاختبار، وبعض الدول حتى لو إنها ما عندها علاقات مع هاي الهيئة فأنت تعتبر معتمد فيها، مثلا فرنسا أو ألمانيا لهم امتحانات خاصة فيهم، لكن الNCAA تعتبر مثل الزمالة الأمريكية، أو كيف في الطب يعني موضوع البورد الأمريكي أو الزمالة الأمريكية، تعتبر طبيب معترف فيك في العالم كله. فهاي الهيئة هي أهم هيئة في اعتمادات المهندسين إخوان، اللي بتحصل على شهاداتها صدقة راح يكون معتمد في العالم كله. وطبعا إذا أنت مهندس مسموح لك مزاولة المهنة في أمريكا، فأنت تعتبر مسموح لك مزاولة المهنة في أي مكان في العالم. مؤخرا انضمت كوريا واليابان للهيئات اللي بتعتمد في هاي بتعتمد الهيئة هاي. أول الدول اللي بدأت في تطبيق الامتحانات هاي كانت الفلبين. الفلبين بدأت في الثمانينات، أي مهندس بتخرج عندهم من الجامعة شرطاً وإلزاماً يخضع لهذه الاختبارات. وبعد هيك طبعاً دخلت الدول الباقي مثلاً زي الصين، زي اليابان، زي كندا. فالامتحان هذا موجود من زمان زمان إخوان، يعني مش جديد على الساحة، موجود من فترة طويلة جداً، يقام في كثير من النقابات. الآن إحنا نيجي على أهمية اختبار الأفي، أو إيش الأشياء اللي أنت متوقع أنك تتحصل عليها بعد ما تجتاز مرحلة الأفي. طبعا زي ما تكلمنا في البدايه او في الشرح، انه انت في حاله نجحت في اختبار الافي انت حتكون مهندس مقبول في اي مجتمع هندسي او اي هيئه مهنيه. مجرد ما اخذت اختبار الافي انت مسموح لك مزاوله المهنه هاي في اي مكان في العالم. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاختبار الافي باهلك انك انت تمتلك شغلك الخاص فيك. الان في امريكا بيعطوا تسهيلات لأغلب المهندسين اللي حاصلين على امتحان الأف إي. أي مهندس متحصل على امتحان الأف إي بيكون له تسهيلات معينة أو ترخيصات معينة في إنه يفتح بزنس خاص فيه. بيقدر ياخذ ترخيص إنه يفتح مصنع، بيقدر ياخذ ترخيص إنه يفتح مجال جديد في الهندسة. يعني الأف إي بيفتح لك زي ما تقول برضو إنه بارقة أمل إنك تعمل شغلك الخاص. طبعاً النقطة الثالثة معروفة إيش هي، إنه بيسهل عليك عملية إيجاد عمل، مهندس معتمد أنت، وحنشوف بعدين ليش يعني. وطبعا الكواليتي اشورنس، انه انت بتكون متاكد انك انت مهندس كفؤ انك تمارس المهنه اللي انت بتسويها. يعني مثلا المهندس المدني المتحصل على اف اي، انا بكون مطمن لما يستلم البوزيشن اللي هو شغال فيه او بروجكت مانجر عنده الاف اي، انا بكون مطمن وهذا الشخص كفؤ انه يدير هذا الموضوع، وبكون متاكد من مهاراته في الهندسه. فهاي الاسباب اللي بتخلي المهندس يتحصل على اختبار الاف اي. طبعا اكمالا لما بدأناه في البدايه، زي ما تكلمنا في البدايه انه المهندس المتحصل على الاف اي هو عباره عن بروفيشنال انجينير باعتبار، او هي الخطوه الاولى نحو الاحترافيه. يعني الاف اي مانديتوري عشان تاخذ درجه البي اي بعدين، فالمهندس اللي ما عنده درجه الاف اي ما راح يتحصل على درجه البروفيشنال، فبالتالي صعب جدا يكون استشاري، صعب جدا يكون مثلا مهندس مسؤول في مكان كبير. بعض الوظائف الآن يا أخوان متطلب فيها البي إي، وحنشوف بعدين بعض هاي الوظائف المتطلب فيها موضوع البي إي. طبعاً زي ما تكلمنا البابليك سيفتي كمان، يعني أنا لما يكون عندي مهندس معماري وبصمم أبراج مثل برج خليفة أو برج المملكة في جدة أو الأماكن هاي، لازم أكون متأكد تماماً أنه هذا المهندس اللي حط التصميم أو المهندس المشرف على المشروع كفؤ وعارف إيش بيشتغل. المهندسين اللي بيصمموا محطات الكهرباء، المهندسين اللي بيصمموا المحطات النووية أخوان، يعني إذا ما كان هذا المهندس متمكن من شغله وعارف إيش بيشتغل، طبعا هاي قد تؤدي لكوارث. فالجماعة أكثر تركيزهم على موضوع الببليك سيفتي.
طبعا الامتحان مش مقصود منه انه عدم المؤاخذه، عدم الثقه في المهندس، او انه المهندس هذا غير كفو، لا، هو زي ما تكلمنا هي امور معينه او اجراء روتيني عشان نتاكد انه كل شيء ماشي بالطريق الصحيح، وانه المهندس اللي امامي هذا كفؤ للمكان اللي هو بيشغل. الان راح اتحدث بشكل سريع عن الاسباب اللي بتخلي المهندسين يحاولوا يتجنبوا اختبارات الاعتماد المهني، مش بس الاف اي، سواء الاف اي او البي اي او الامتحانات المشابهه لها. كثير من المهندسين للأسف يعني بعد فترة من الزمن بيصيبوا شك في قدراته، إنه أنا صعب أنجح في هذا الاختبار، هذا الامتحان راح يكون صعب، هذا الامتحان راح يرجعني أراجع مواد الجامعة مثلا لقبل 20 سنة. هاي أحد الأسباب. الأسباب الثانية إنه لحد الآن عندنا في الدول العربية ما حد طلع وقال إيش أهمية الاختبارات هاي، أو هاي الاختبارات ليش بتنعمل، ولا في حتى للأسف أنا بلوم الجامعات في الكلام هذا. يعني الجامعات للأسف ما في ولا جامعة لحد الآن شفتها أنها بتعطي مثلا بريف على الامتحانات هاي، أو بتوعي المهندس في أهمية الامتحانات هاي، وهذا إحنا كمان أخرنا جدا في أن نأخذ هاي الدرجات المهنية أو حتى نسمع عنها. إحنا سمعنا عنها يمكن من 2013-2014 كبداية، للأسف يعني ما حد وعانا على الموضوع هذا أبدا. فأنا بلوم الجامعات والكليات العربية إنها ما بتعطي توعية كاملة عن هذا الموضوع وقديش هو مهم. الموضوع الثالث إنه كثير من المهندسين بيعتقد إنه موضوع الـ FE أو الـ BE ما راح يزيد راتبي أو ما راح يسلمني بوزيشن عالي أو كذا. هذا الكلام أنا يعني شبه متأكد إنه راح ينتهي قريبا. يعني المهندس الآن اللي معاه BE هو اللي راح يستلم المناصب القيادية في جميع الشركات. وبدأت أشوف حتى على الأماكن اللي بتطلب توظيف أو المهندسين اللي بيجوا مثلاً بيقدموا وظائف، صارت البي إي مانديتوري في بعض الشركات بالذات في دبي يا أخوان. يعني الامتحانات هاي جداً مهمة، وأرجو إنه الجميع يحافظ عليها ويحاول يأخذها. يعني بشكل عام المهندس اللي معاه درجات هاي أبواب العمل كلها بتنفتح له بعد توفيق ربنا. وزي ما ذكرنا النقطة الأخيرة إنه ما في تريننج ولا في توعية في الامتحانات هاي، بالذات التريننج أو السيمينارز. يعني حتى الهيئة الـ NCAAS ما بتعقد دورات أو دورات توعوية عن الموضوع هذا، لأنه أصلا في أمريكا هم معتمدينه من زمان فالجميع عارف عنه. إحنا في الدول العربية للأسف الموضوع جديد عندنا ونقر مؤخرا، فما حد عارف عنه أو ما حد سمع فيه قبل هيك. للأسف يعني ما في دورات كافية إنها توعي الناس أو المهندسين بالذات إنه كيف يدخلوا هاي الاختبارات. الحمد لله إحنا الآن هاي المحاضرة الثالثة بنحاول قدر الإمكان نشرح للشباب أو نغطي الموضوع بشكل عام، لأنه بده محاضرات كثير الموضوع، يعني ما بيخلص المحاضرة أو محاضرتين. فإحنا بنحاول كل مرة إن نتوسع شوي ونوعي الناس بأهمية الامتحانات المهنية هاي. حنعطي الآن شرح بسيط عن امتحان الـ FE ومكونات امتحان الـ FE. طبعاً امتحان الـ FE هو بيكون عبارة عن 5 ساعات، بينهم تقريباً 25 دقيقة ل 30 دقيقة بتكون استراحة. طبعاً يعني الزمن هذا بيتغير من سنة لسنة، يعني مثلاً بال 2013 كانت مدة الامتحان 6 ساعات، أتوقع الآن راح ينزلوها ل4 ساعات، يعني حسب كل سنة في بوليس جديدة عند الجماعة. فحالياً الآن النظام المعمول فيه نظام ال5 ساعات، بتكون عندك فترتين الاختبار، على فترتين يا أخوان، اختبار فترة صباحية واختبار فترة مسائية. اختبار الفترة الصباحية بيكون مثلاً من الساعة تقريباً 9 الصبح للساعة 11، وبعدين تطلع بريك وتدخل على اختبار الفترة المسائية اللي هو بعد البريك بنص ساعة، مثلا من الساعة 11:30 الظهر للساعة 2 الظهر. الآن حنشرح بالتفصيل طبعا إيش حيجيك في كل فترة وإيش الاختبارات اللي حتختبرها في كل فترة. بشكل عام يعني فترة الصباح حيكون عندك اللي هو الجنرال انجينيرينج اكزام، اللي هو الاختبار اللي بيدخل فيه الرياضيات والفيزياء والكيمياء، مواد الهندسة اللي أخذتها بسنة أولى وثانية، الاستاتيكا والديناميكا والأمور هاي. الفترة المسائية حتكون في تخصصك، وحنيجي على التخصصات واحد واحد إن شاء الله. الامتحان بيكون يا أخوان ملتيبل تشويس فورمات وكمبيوتر بورد تيست، يعني حيكون أنت حتقدم اختبار عن طريق الكمبيوتر، الأسئلة حتيجي إليك عن طريق الكمبيوتر، وحيكون معك نموذج إجابات في إيدك تعبيه. الامتحان طبعا بشكل عام حينعمل مرتين في السنة، غالبا كان يكون في شهر 4 وفي شهر 11، بس الآن مع موضوع الكورونا يعني لحد الآن ما وصلني إيش صار معهم، تأجلت اختبارات شهر 11. طبعا آخر مرة نعمل الامتحان
كان في شهر أبريل 2020. طبعاً إحنا حنعطيكم الويب سايت المسؤول عن الامتحانات هاي، وبالتالي بتقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا مواعيد الامتحانات. الآن حيتكلم بشكل عام أو بشكل يعني أوسع شوي عن مواد الاختبار، إيش الأشياء اللي راح تجيك في الاختبار. الجلسة الصباحية يا أخوان حيكون فيها تقريباً 55 سؤال، عليها 55 علامة. حتكون بشكل عام في الماثماتيكس، في الكيمستري، في الفيزيكس، اللي هي مواد مهارات الحاسوب، اللي هي الأشياء العامة في الهندسة، وهي تقريباً حتكون شاملة لجميع تخصصات الهندسة. بس مثلاً اللي تخصصه ميكانيك حيختلف نوعاً ما عن اللي تخصصه كهرباء، يعني مثلاً أنا في ثيرموديناميكا، فأنا في الكهرباء حيجيني مثلاً أسئلة في نمط معين، هاي حسب البلان أو حسب السيليبس تبع المادة اللي راح تدرسه. فجماعة الميكانيك حيجيهم أسئلة أعمق شوي، مع أنه هذا جنرال بس حيجيهم برضو أسئلة أعمق شوي. أنت ككهرباء حيجيك أسئلة مثلاً في الأشياء العامة في الثيرموديناميكا، فالاختبار بيختلف من تخصص لآخر. حنيجي بعد هيك من موضوع اللي هو الجلسة المسائية، أو في موضوع الجلسة المسائية اللي هي الأفترنون سيشن، حتكون عبارة عن ساعتين ونص برضو، بس حتكون 65 سؤال في مجال تخصصك. التخصصات بشكل عام في امتحان الأف بي حتكون اللي هي الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية، والهندسة المدنية. مؤخرا ضافوا عليها هندسة البيئة، وبعدين راح نتحدث بشكل مستفيض عن هندسة البيئة. هندسة البيئة هاي لها مجال لحالها، أضافوها من 2018 تقريبا، صار لها تخصص لحالها، شالوها من المدني وعملوها تخصص لحالها مستقل، وحنتحدث ليش بعدين في نهاية المحاضرة إن شاء الله جايين للموضوع الهندسة البيئية. في الرسم اللي أمامكم هاي أخوان، هذا تقسيم العلامات اللي حيكون عندك في الاختبار. الآن الثيرموديناميكا حيجي 9% من الأسئلة، طبعاً هذا في اللي هي المورنينج سيشن، يعني هاي امتحان الجلسة الصباحية. الثيرموديناميكا حيكون عندك 9% من الأسئلة حتكون ثيرموديناميكا. الاستاتيكا حتكون 10%، مثلاً الماشينز حتكون 7%، الماثماتيكس 20%، السترينث اوف ماتيريا أو الاستراكشر حتكون 7%، الميكانيكا المواعي 7%، أخلاقيات الهندسة 4%، الاقتصاد واللي هو الاقتصاد الهندسي 4%، وبالتالي يعني هي بشكل عام حتكون بالتوزيعة هاي، مع اختلاف التخصصات. يعني مثلاً جماعة الكهرباء حيجيهم أسئلة أصعب شوي في الماشينز، جماعة الميكانيك حيجيهم مثلاً أسئلة أصعب شوي في الميكانيكا المواعي، وهكذا. يعني الآن زي ما حكينا التخصصات مرة ثانية، احنا حاطينها في سلايد لحالها الآن، اللي هي السيفل، الإلكتريكال، الميكانيكال، والكيميكال اندستريال، وفي اللي هو الانفايرومنت اللي هي هندسه البيئه. الجنرال هاي يا اخوان، هاي صار احيانا يصير مثلا ناس تخصصاتها غريبه، مثلا الاخوان تخصصاتهم خلينا نقول اللي هو ميكانيكال فلزات، او ناس تخصصها تعدين، او ناس تخصصها محطات نوويه، فهذول ما بندرجوا تحت اي تخصص من التخصصات، فسووا لهم حاجه اسمها جنرال، يعني أي تخصص هندسي مش مشمول تحت التخصصات السبعة هاي أو الستة هذول بيكون لهم مساق خاص فيهم اسمه الجنرال. بياخذ طبعا أشياء من كل المواد اللي درسوها، وبكون التركيز فيها أكثر شيء على السيفتي وعلى الأمور هاي. يعني السيفتي في الجنرال بيكون فيه له ويت عالي جدا في الدرجات جماعة الجنرال. وطبعا الاختبار تبعهم شوي اصعب من باقي التخصصات، لانه بلم من كل التخصصات شوي، فهم بيسالوهم في اكثر من تخصص وبشكل عام، فمساحه الاختبار وطريقه الدراسه بتكون اصعب شوي. الان نتكلم بس في خلال وجودك، او خلال وجودك في قاعه الاختبار، او لحظه وصولك لقاعه الاختبار، إيش الأشياء اللي أنت هتحصل عليها خلال وجودك في الاختبار أو في قاعة الاختبار؟ حيجي عندك أول شيء اللي هو البوك تبع الإكزام. طبعاً هذا حيكون كله من خلال شاشة كمبيوتر، حيكون أمامك شاشة كمبيوتر في الاختبار وعليها الأسئلة. في الجلسة الصباحية زي ما قلنا حيجيك الأسئلة تبعت اللي هي الأسئلة العامة، الأسئلة الهندسية العامة، وفي الجلسة المسائية راح تروح الشاشة هاي تجيك شاشة التخصص، الأسئلة اللي لها علاقة بتخصصك. يعطوك الجماعة قبل الاختبار اللي هو الانسر كي او الكي شيت، بيكون عليه الاجابات، وحنوريكم اياه الان ان شاء الله في الصفحات الجاي، واللي هو الهاند بوك. طبعا الهاند بوك انا خليت له سلايدات مختصة فيه، لانه اصلا الامتحان كله بيتمحور حوالين شغلتين الان حنذكرهم ان شاء الله.
بالسلايدات هذول حبينا نوريكم بس كيف شكل الامتحان حيكون وانت قاعد امام الكمبيوتر. حتكون بشكل عام الاختبارات بهذا الشكل، حيكون امامك شاشة الكمبيوتر، حتجيك الاسئلة بالشكل هذا يا اخوان. طبعا انت مخير، انت بتتنقل بين الاسئلة زي ما بدك، يعني انت مش شرط انك تجاوب نفس السؤال وخلاص تمشي عنه، لا انت بتقدر تتنقل بين الاسئلة هذول. فهاي الشاشة، هاي الشاشة بتوريك مثلا صورة من صور الاسئلة في الاختبار، هيك بكون شكل الشاشة امامك. وهذا الانسر كي طبعا هذا بيكون في ايدك، يعني انت هون بتعلم على الاجابات بالشكل هذا، وبعدين في النهايه بتجاوب الكترونيا، يعني انت هون بتعلم وبتجاوب الكترونيا. بس قبل ما انتقل عن استراتيجيات الامتحان، الشاشه ما راح تجيك بهذا الشكل بالضبط، حتكون مقسومه بالنصين، النص اليمين حيكون فيه الأسئلة والنص الشمال حيكون فيه الهاند بوك. طبعا الهاند بوك هذا لازم نحكي فيه لحاله، يعني لأنه الهاند بوك هو أهم شيء في اختبار الأفي. الآن حنتحدث بس عن الاستراتيجيات اللي هي أهم استراتيجيات في امتحان الأفي، ولازم أنت قبل ما تدخل هذا الاختبار تكون أنت أساسا محضر هاي الاستراتيجيات وعارف إيش بدك تعمل في هذا الاختبار. الاختبار هذا يا اخوان انا بشبهه بحرب مع الوقت، يعني هذا الاختبار انسى موضوع انه بقيس مهاراتك في الهندسه قد ما بقيس موضوع التزامك في الوقت وسرعتك في الاجابه وتاكدك من الاجابه. الاختبار هذا زي ما قلت لكم بيعتمد على جزئين يا اخوان. الجزء الاول انك انت تكون فاميليار 100% مع الهاند بوك، وجاي له هذا حنتحدث عنه بالتفصيل. الجزء الثاني سرعتك في الاجابه، طريقة إجابتك بسرعة هائلة، يعني أنت في الامتحان هذا العامل المهم عندك مش شطارتك أو معرفتك في الأجوبة أو لا، كيف تستغل الوقت اللي هم معطينك 5 ساعات هم حاسبينها بالملي سكند يا أخوان أو حتى بالمايكرو سكند، هي محسوبة تماما. فأنت أي تأخير بصير معك راح يضيع منك الاختبار كله. فأهم عامل في استراتيجيات الدراسة للأفي والتحضير للأفي أنك أنت تكون في حرب مع الزمن. الموضوع الثاني طبعا التفكير قبل بداية الاختبار، انك تكون مصفي ذهنك تماما وعارف ايش الاشياء اللي بدك تجاوبها وحال الاسئلة كثير، فهي طبعا مفروغ منها. وموضوع انك انت تستبعد الامور اللي انت شاك فيها او خلال الاختبار مثلا في اجابات بتجيك بشكل غير صحيح او مبينها اجابات غلط تستبعدها من البداية. الموضوع الرابع اللي هو انك تجاوب جميع الاسئله، حتى الاسئله اللي انت مش عارف جوابها او ما مر عليك او مرت عليك لاول مره جاوبها حتى لو بالحظ، يعني انت جاوب جميع الاسئله لا تترك اي شيء فاضي. امتحان الاف اي لغوا منه موضوع انه الصح بياكل الغلط والغلط بياكل الصح، هذا الموضوع استبعدوه تماما. فانت في حال حتى لو جاوبت اي جواب غلط ما راح ياثر عليك، فانت حاول تجاوب حتى الاسئله اللي مش عارف جوابها، حاول انك تجاوبها، قد انك تتحصل عليها وتزيد علاماتك، يعني ما انت مش خسران اي شيء. الموضوع الاخير زي ما حكينا اللي هو عملية التحضير للامتحان، هاي طبعا راح نتحدث عنها بالتفصيل ممل الان ان شاء الله. الان خلال بعد دخولك لقاعة الاختبار وتحضيرك لقاعة الاختبار تكتب اسمك طبعا على الكمبيوتر اللي راح تختبر عليه، حيكون فوق محطوط الاسم، هتاخذ اي دي معين، مجرد ما سجلت في الاختبار حيعطوك اي دي معين، وتحضر امورك، يكون معك قلمين رصاص، واحد تكتب فيه واحد احتياط، ومسموح انك تدخل بالكالكوليتر. طبعا في حاجه بسموها كالكوليتر بوريسيه وحنيجي لها الان ان شاء الله يا اخوان، مش اي كالكوليتر تقدر تدخلها معك، في انواع معينه. والهاند بوك اللي هو الريفرنس بوك تبعك، طبعا هارد كوبي ممنوع، حيكون امامك في الشاشه، وعلى حتكون انت مثلا بشكل عام عندك الهاند بوك انت دارس منه مثلا في البيت او قبل اثناء التحضير للامتحان، حتكون دارس من الهارد كوبي ودارس من السوفت كوبي، وهلا حنقول لك ليش يعني بالتفصيل ان شاء الله. نتحدث بشكل عام عن انواع الالات الحاسب المسموحه معك. هم حدثوا البوليسي هاي في 2021 في شهر جانيوري، نزل تحديث للبوليسي هاي، سمحوا بثلاث انواع من الالات الحاسبه، وهاي السيريز طبعا موجوده، او خلينا نقول المودلز من الالات الاف اكس 115 والاف اكس 991 هاي مسموحه، والاتش بي 33 اس واتش بي 35 اس. طبعا تتغير من سنه لسنه يا اخوان، ممكن يمنعوا هاي الانواع ويحدثوا انواع جديده،
طبعا الآلة الحاسبة لازم تجيبها معك، ما بتنعطى لك في الاختبار، في الاختبار ما راح يعطوك آلة حاسبة، فإذا نسيت الآلة الحاسبة طبعا أكيد راح يعني الامتحان للأسف راح ترسب فيه، فلازم أنت تكون واعي أن الآلة الحاسبة هاي تكون معك وتكون متدرب عليها فترات طويلة جدا. يعني مهم جدا أنك أنت الآلة الحاسبة اللي بتتدرب عليها أثناء دراستك أو تحضيرك للأف إي أو البي إي أنها تكون نفس الآلة الحاسبة اللي راح تجيبها معك على الاختبار. طبعا هون حطينا لكم صوره من الاف اكس 115 وهاي افضل اله حاسبه وانا شخصيا بنصح فيها الجميع، يعني الاله الحاسبه هاي هي افضل اله حاسبه في اختبار الاف اي بصراحه وسهله الاستخدام، واتوقع كلكم استخدمتموها اثناء دراسه الجامعه، يعني الاله الحاسبه هاي معظم المهندسين فاميليار معها وممكن تطبيق طبعا المعادلات فيها بشكل سهل وبتساعدك كثير في توفير الوقت يا اخوان. طبعا الامور هاي او الريكومنديشن، يعني بجوز يسالني البعض ليش حطيت الامور هاي او ليش اضفت الشغلات هاي في السلايدات، انا بصراحه تفاجات من جماعه الان سي دبليو اس او بعض الهيئات الهندسيه برا انهم بيعتبروا هذا الاختبار إشي مهم جدا يا اخوان، يعني لاحظت انه الناس هذول بيعتبروا الاختبار قد يفوق درجة الماجستير والدكتوراه بالنسبة لهم. امتحان الاف اي برا بالذات في امريكا يعتبر مسألة حياة او موت، لانه انت كمهندس اذا ما تجاوزت هذا الاختبار ما راح يعطوك ترخيص، ما راح تزاول مهنة الهندسة. فهذا الاختبار تفاجأت انه معينين له اطباء نفس، يعني الهيئة هاي الان سي دبليو اس عندها اطباء نفسيين وتستشير اطباء نفسيين عشان طريقة التحضير للاختبار، فأنا حبيت أحطها بالسلايدات عشان بس أثبت لكم وأوريكم قديش هذا الاختبار مهم قديش هذا الاختبار حساس. أهم ريكومنديشن عندهم طبعاً إنك أنت تقرأ السؤال بشكل صحيح، مقدار قراءتك للسؤال بالشكل الصحيح هو بوابة أو خلينا نقول هو البوابة الرئيسية إنك تجاوب السؤال بالشكل الصحيح برضه. قديش أنت قراءتك متأنية، قديش قراءتك سريعة ومتأنية، ركزوا على مبدأ السرعة يا أخوان، مبدأ السرعة. قديش أنت بتكون فاهم السؤال اللي قرأته وبشكل سريع طبعا بدون تردد بدون خوف، أنت بتقدر في الحالة هاي تجاوب صح. هم أكثر شيء كاتبينه أنه موضوع الثقة برضو، يعني هم أنا شفت بالنسبة الأشياء الموجودة أو الأشياء اللي بنصحوا فيها خلال هذا الاختبار إنك تكون واثق في حالك، يعني أهم بند في هذا الاختبار الثقة. زي ما حكينا في البداية إنه أكثر المهندسين ما بيتطرقوا لهذا الاختبار خوفا من الرسوب أو من عدم الثقة أو إنه تقدم السن، لا، هم أكثر نقطة ركزوا عليها إنك أنت لا تكون مرعوب وتكون واثق، يعني ما راح يصير شيء حتى لو رسبت في الاختبار إيش راح يصير يعني. فهم موضوع ثقتك في نفسك مهم جدا إنك تتجاوز هذا الاختبار. الموضوع الثالث ووسيله انك او الوسيله الثالثه انك تتجاوز هذا الاختبار انك تستغل كل المعلومات اللي راح تنعطى لك في السؤال. يعني اي سؤال بيجيك في مجموعه معلومات يستحيل تماما اي معلومه في هذا السؤال ما يكون لهاش دور في الجواب. يعني اعطيتك معادله من اربع متغيرات مثلا، الاربع متغيرات هاي راح تكون اساسيه تماما في موضوع حل هذا السؤال، فما في عندهم أسئلة غير مباشرة أو أسئلة ملفوفة أو لا، يعني جميع ما يعطى لك في السؤال راح يكون مهم جدا في الجواب، فهاي النقطة لازم الجميع يركز عليها. احنا كثير كنا نواجه أيام الجامعة مثلا بعض الأسئلة أو بعض الامتحانات الاختبار يكون فيه مثلا 20,000 معلومة أنت تلزمك ثنتين عشان تحل السؤال بالشكل الصحيح. لا، اختبار الأف إي وحتى البي إي، يعني ما ينطبق على الأف إي راح ينطبق على البي إي، جميع المعلومات اللي بتنعطى في السؤال مهمة جدا في الجواب يا أخوان، هاي النقطة أرجو الجميع يركز عليها. بالنسبة لموضوع الجواب، هلا طريقة إجابتك على السؤال أنت راح تعلم على الأنسر شيت بقلم رصاص مثلا، راح تعلم على إجابة معينة، فلنفرض أنك أنت لخبطت ورحت معلم إجابتين مباشرة الجواب غلط، فلازم تكون حذر جدا اثناء حلك للسؤال انك تعلم بس على حرف واحد، يعني هاي طبعا مفروغ منها. النقطه الاخيره وركزوا عليها انك انت ما تهمل اي سؤال زي ما ذكرنا سابقا، طبعا هم حاطينها في الريكومنديشن، يعني عشان هيك انا حبيت ان اذكر فيها مره ثانيه، حتى لو انت السؤال هذا ما مر عليك ابدا ولا عارف اجابته ولا راح تقدر تحله، شير الاجابه تشير ما في مشكله، ممكن تطلع صح، يعني انت عندك نسبه 25% هتطلع الاجابه صح، ممكن تقديريا تطلع معك الإجابة صح،
فبالتالي انت ليش تخلي السؤال فاضي؟ فجاوبه ممكن تطلع اجابتك صح وتنجحك هاي العلامه، انت ما بتعرف يعني. الان زي ما ذكرنا اخوان، انا حتحدث الان عن موضوع اللي هو الوقت. يعني الاختبار هذا زي ما حكينا هو عباره عن قتال مع الزمن او سباق مع الزمن. اهم نقطه يوم ما تيجي على الاختبار او حتى اثناء تحضيرك للاختبار انك تكون لابس ساعتك في ايدك او امامك ساعه، عشان انت تقدر تعرف ايش راح يصير معك، يعني انت تعرف قديش سرعتك وتقيس سرعتك تماما في حل الاسئله. الاختبار يا اخوان زي ما حكيتها محسوب بالملي سكند، يعني انت كل ثانيه بتضيعها او ما بتعرف تجاوب فيها او انك تتردد فيها راح تخرب عليك الاسئله. ممكن كثير ناس دخلت هذا الاختبار وفشلت بسبب التاخير فقط لا غير، هو كان مؤهل وقادر ينجح في الاختبار لكن سوء اداره الوقت هو اللي خلاه يرسب في هذا الاختبار. فمهم جدا انك تكون لابس ساعه في ايدك او انه قدامك ساعه تكون مراقب الزمن اثناء حلك للاختبار، اثناء تحضيرك للاختبار، خلال اختبارك لازم تكون متابع للزمن. الان حسب دراستهم او هاي المعلومات انا جبتها من موقعهم الرسمي، هم معطين افريج دقيقتين للاسئله اللي حتكون في الجلسه الصباحيه لاسئله الهندسه العامه، معطينها افريج في الحل تقريبا دقيقتين، يعني كل سؤال مفروض ما يتعدى معك ماكسيمم دقيقتين. في الجلسة المسائية اللي هي أسئلة التخصص معطينك من 4 دقائق تقريبا، يعني أتوقع أنه حتى وقت كثير هذا يعني ممكن يسبب لك أزمة، بس هو حسب دراستهم أنه يعني ماكسيمم 4 دقائق، وجلسة الصبح تكون دقيقتين. فأنت بالتالي لازم تلتزم بالمدة الزمنية، ما تحاول تتجاوزها. طبعا هم كاتبين لك إذا أنت عندك مخطط أنك تجاوب جميع الأسئلة لازم انت تبدا في الاسئله اللي بتعرفها، اي سؤال ما مر عليك، اي سؤال بده شويه تفكير، حاول في البدايه انك تحل الاسئله اللي انت عارفها تماما ومتاكد منها، ما تاخذ معك وقت طويل، الوقت اللي انت بتسيفه في حل هذه الاسئله او الوقت اللي بتوفره انت في حل هذه الاسئله ممكن ترجع فيه بعدين لاسئله انت مش عارف تحلها او مش متاكد منها. فهنا بدخل معك عامل اداره الوقت يا اخوان، وهنا انا هاي النقطه بركز عليها. خلال تحضيرك لامتحان الاف اي او امتحان قياس او امتحان البي اي لازم الزمن يكون عامل مهم جدا معك، تكون تراقب طريقه سرعتك او سرعتك في الحل او طريقه حلك للاسئله في وقت معين، الزمن اهم عامل في هذا الاختبار يا اخوان. طبعا هون بشكل عام هم يعني حاطين كذا اوبشن في طريقه الحل، يعني هاي برضو من الأشياء الممتازة عندهم، الجماعة عاملين دراسات بشكل مستفيض تماما، هم من 1960 الآن فأكيد عندهم كمية داتا وطريقة تحضير الاختبار بشكل كبير جدا يعني. فهم حاطين وقت تقديري لقراءة السؤال حوالي 30 ثانية، إنك تقرأ السؤال في 30 ثانية. في الجلسة الصباحية معك 1.5 دقيقة إنك تجاوب هذا السؤال، في الجلسة المسائية حوالي 3 دقائق ل3.5 دقائق إنك تجاوب هذا السؤال. فهم الجماعة عارفين بالضبط عن إيش بتكلموا، هم حاطين بالضبط ومقدرين الوقت ومحسوب بالضبط كيف أنت طريقة حلك لهذا الاختبار، كيف طريقة أو الطريقة الصح لأنك تجاوب جميع أسئلة هذا الاختبار. فهم حاطين لك في الأوبشن 1 أنه أنت هذا السؤال متأكد منه، مباشرة حط الحل ولا ترجع لهذا السؤال ثاني مرة. الحل الطريقة الثانية، أنت هذا السؤال أول مرة بمر عليك ما عرفته، اتركه لا تضيع وقتك فيه ولا شيء، اتركه ترجع له بعدين، يعني خلاص لا تجاوبه واتركه بعدين. بعد ما تحل جميع الأسئلة اللي انت متأكد منها ارجع للأسئلة اللي انت مش متأكد منها وحلها، بعد هيك ارجع للأسئلة اللي انت تماما ما بتعرفها، الأسئلة اللي ما مرت عليك أبدا ومستحيل انك تحلها، شيرها تشير ولا تضيع وقتك فيها. فهم عاملينها بالطريقة هاي، معطينك كذا أوبشن لطريقة حل الأسئلة. طبعا انا بالنهايه كل شخص هو له طريقه معينه في الاختبار، يعني كل شخص له اداره وقت معينه، له طريقه معينه في حل الاسئله، له طريقه معينه في طريقه التحضير لهذا الاختبار، لكن هاي يعني الجماعه بيعطوك السمري او بيعطوك ريكومنديشن انه انت كيف تدير وقتك في هذا الاختبار. فيعني اتوقع المعلومات اللي بيعطوك اياها الانسي دبليو اس هي الافضل في طريقه التحضير وطريقه الحل في الاختبار. زي ما حكينا بالضبط، يعني هاي انا حطيتها في سلايد لحالها عشان ارجع اذكر الجميع في موضوع السيفنج تايم يا اخوان، يعني هذا الاختبار زي ما قلنا هو سباق مع الوقت. هاي انا للمره الثالثه برجع بعيد نفس الموضوع،
الإخوان المقبلين على هذا الاختبار أو اللي حابين مثلاً يعملوا هجرة على أمريكا أو حابين مثلاً يطلعوا يمارسوا الهندسي في أي دولة أخرى أو حابين يأخذوا هذا الاختبار عشان الاعتماد المهني، موضوع الوقت يا أخوان أهم عنصر في هذا الامتحان. نفس الموضوع تكلمنا فيه بس أنا فصلته طبعاً، يعني فصلت الموضوع وحطيته في سلايدات لحاله لمجرد التذكير يا أخوان. أنا هاي السلايدين هذول طبعاً إحنا حكينا عنهم بشكل مستفيض، لكن أنا طلعتهم لحالهم برا عشان الجميع برضو يظل متذكرهم. الآن العنصر الثاني، والعنصر الثاني المهم في الاختبار الآن يا أخوان، الاختبار هذا هو اختبار أوبن بوك عشان نكون يعني في الصورة. الاختبار هذا مش اختبار تحريري أو اختبار مثلاً بدك تحفظ وتيجي تختبر تحفظ كل القوانين، طبعاً من شبه المستحيل أنه أنا اختبرك من مواد سنة أولى لسنة خامسة جامعة أجي اختبرك مثلاً فيهم دفعة واحدة ويكون الاختبار تحريري، يستحيل. حينعطالك ريفرنس مانيوال أو اللي هو الهاند بوك يا أخوان. الهاند بوك هذا يا أخوان في عيب كبير جداً، أنه كل تخصصات الهندسة، أنا بتكلم الآن عن الأف إي، البي إي شيء مختلف، أنا بتكلم الآن عن الأف إي. في اختبار الاف اي الهاند مانيوال او الهاند بوك مانيوال او الريفرنس مانيوال، كل التخصصات الهندسيه حتكون في كتاب واحد، في ريفرنس مانيوال واحد يا اخوان. يعني انت هون مش الكهرباء لحال، لا، انت مدموج كلها مع بعض. الان في طريقه التحضير لهذا الاختبار، عشان انا مثلا تخصصي هندسي كهربائي، لازم ارجع للخطه اللي حاطينها في الاختبار، ايش المواد اللي راح اختبر فيها. المواد هاي او الاشياء هاي لازم ارجع اشوف وين مكانها في الريفرنس مانيوال. اول شيء بتكلم كهارد كوبي، انسونا من السوفت كوبي، هذا في بدايه التحضير للاختبار. انا لازم اشوف مثلا ماده السيركتس، طيب، او ماده الالكترونيات او ماده الماشينز، وين الاشياء اللي ممكن الاقيها في اي صفحات، مثلا من صفحه 10 صفحه 15 في الريفرنس بوك. الماشينز خلاص انا ضمنيا لازم اكون عارف وين الصفحات اللي بتحكي عن الماشينز. الان باجي على صفحه مثلا على اسئله الماشينز، خلاص انا عارف انه المعادلات والايكويشنز او القوانين اللي بتلزمني في ماده الماشينز موجوده في الريفرنس مانيوال من صفحه 10 لصفحه 15، خلاص برجع مباشره الصفحات هاي بكون عارف مكانها. الان لازم تحفظ مكان كل ماده ومكان كل معادلات، يعني مثلا الثيرموديناميكا من صفحة مثلاً 5 إلى صفحة 6، صفحتين تتكلم عن الثيرموديناميكا يا أخوان. خلاص أنا ضمنياً في الاختبار بكون عارف أنه أنا لما بدي أجي أفتح أحل سؤال في الثيرموديناميكا أنه أنا صفحة 5 و 6 هم الصفحات المخصوصة للثيرموديناميكا. هنا صعوبة الاختبار يا أخوان، هنا الصعوبة. أنت عندك 5 تخصصات أو حتى نقول 7 تخصصات كلها مدموجة في مانيوال واحد. المانيوال هذا حوالي 400-500 صفحة يا أخوان، بغطي كل تخصصات الهندسة بما فيها الأشياء الجنرال، يعني الماثماتيكس، الإحصاء والاحتمالات، الاستاتيكا، الديناميكا. وخذ بالك يعني أنا مثلا كمهندس كهرباء في الديناميكا ما راح ينطلب مني نفس المواد اللي راح تنطلب من مهندس المدني، ما راح تنطلب نفس المواد اللي حتنطلب من مهندس الميكانيك. فبالتالي لازم تقرأ خطة الاختبار تماما. الخطط موجودة عندي يا أخوان، إن شاء الله راح نشيرها بعد المحاضرة، أو إذا بتحبوا إذا ضل وقت نفتح خطة الهندسة الكهربائية وكذا بوريك أسماء المواد اللي راح تختبر فيها بالضبط. كل مادة موجودة في خطة الاختبار لازم تكون أنت عارف وين مكانها في الريفرنس مانيوال. هاي الخطوة الأولى. بعد ما تحل حوالي 1000 أو 2000 سؤال في الموضوع هذا وتكون عارف تماماً هارد كوبي، تكون أنت ملم تماماً مواقع المواد كهارد كوبي، تنتقل لموضوع السوفت كوبي. في الاختبار أنت ممنوع تدخل بالهارد كوبي يا أخوان، أنت هتدخل بس بالسوفت كوبي. السوفت كوبي الموضوع أصعب شوي، فأنت في اختبار معاك دقيقتين تحل السؤال أو 4 دقائق تحل السؤال، لازم الريفرنس مانيوال تكون أنت طيارة عليه، يعني أنت تكون مثل الصاروخ. خلاص أنا مثلا سؤال خلينا نقول التوالي أو التوازي في السيركت، خلاص أنا مباشرة راح أروح على موقع الصفحات أكون حافظ الصفحات بالضبط. هنا صعوبة الاختبار، وأنا عشان هيك في البداية أخوان قلت لكم هم عاملين الريفرنس مانيوال والتايم، فشوف انت كيف حتدير الموضوع هذا. انا حضرت على هذا الاختبار حوالي 6 شهور يا شباب بصراحة، ويعني بصراحة طريقة التحضير اصعب من الاختبار نفسه. صدقا التحضير لهذا الاختبار صعب بشكل لا يمكن تخيله. الاختبار من السهل الممتنع يا اخوان،
يعني اختبار اوبن بوك، المعادلات قدامك، لكن كيف انت تصيد المعادله في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، هنا تكمن صعوبه الاختبار. الان انا حوريكم شكل الريفرنس بوك يا اخوان، هذا اخر ريفرنس هاند بوك موجود في موقع الـ NCAAS، لو دخلت على موقعهم ممكن تحمله. اتوقع هاي اللي هي الفيرجن 10 هذا بفلوس، صار بفلوس الان، كان مجانا زمان بس موجود عندي، يعني ان شاء الله حنشيره معكم. هذا اللي هو الهاند بوك اللي هو فيرجن 10، هذا شكله والمعادلات كلها موجوده جواته. طبعا اذا بدي استعرضه بشكل كامل بدنا يومين فيه، فهو حوالي 500 صفحه يا اخوان. هذا الاخر فيرجن نزل في شهر 7 2020، اتوقع سعره $39 اذا حاب تجيبه هارد كوبي، وممكن اتوقع فري اوف تشارج سوفت كوبي، بس انا بنصحك انك تشتري هارد كوبي. طبعا النسخ والتصوير ممنوع يا اخوان، ما بتقدر تصوره او تطبعه، ممنوع يعني مخالف يعني. تشتريه كهارد كوبي تدرس عليه كهارد كوبي، بعد هيك تبدا تتعلم عليه كسوفت كوبي. خلال الاختبار حيجيك الشاشه هاي، طبعا في الاختبار هذا شكل الريفرنس بوك، حيكون عندك على الجهه اليسار من الشاشه، وارقام الصفحات لحسن الحظ انها كلها موجوده، يعني ما يكون مثلا ما راح تقلب صفحه صفحه، حيكون معك صفحه 1 2 لحد 500، فانت خلال اجابتك حتكون عارف ايش الصفحه اللي حتروح عليها. اذا قدرت تصل للمرحله هاي انك تعرف رقم الصفحه اللي تروح عليها، انا ان شاء الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى اضمن لك بنسبه 100% انك تعدي هذا الاختبار. حتى لو انت مش متمكن من المواد 100% او كذا، لا انا ان شاء الله اذا انت بتعرف تصيد المعلومه الصح في المكان الصح، بضمن لك بنسبه 100% انك تجتاز هذا الاختبار. خاصه انا زي ما حكيت في البدايه، الامتحان هذا يا اخوان تطبيق مباشر، ما في اسئله لف ودوران، ما في اسئله ملفوفه، ما في اسئله غريبه، لا هو اسئله عامه، يعني اسئله بسيطه لكن زي ما حكيت لكم عام للوقت، طريقه استعمال الريفرنس مانيوال او الهاند بوك، الريفرنس هاند بوك. صراحة أنا عجبني جدا موضوع اهتمام الهيئة الأمريكية للاعتماد المهني، حتى موضوع أنك أنت يوم الامتحان إيش تسوي. بصراحة الجماعة يعني مركزين على العامل النفسي بشكل كبير جدا، وهذا أنا زي ما ذكرت في البداية هذا أكبر دليل يا أخوان أنه الامتحان جدا 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 بالنسبة لهم مهم، وأتوقع قريبا جدا راح يصير مهم إلنا كمان، لأنه ما بيعدي هذا الاختبار لا يعتبر مهندس يا شباب، يعني حيظل تحت خانة إنه خريج هندسي لكن غير مسموح له مزاولة المهنة، أو حيظل تحت مسمى مهندس متدرب. لو عندك 20 سنة خبرة حتظل مهندس متدرب، بس راح نفصل الموضوع هذا إن شاء الله في نهاية المحاضرة، إنه الناس اللي عندها خبرة طويلة والناس اللي ما عندهاش خبرة وكيف حتكون الآلية، هذا حنفصله في نهاية المحاضرة، لأنه أنا عامل له قسم لحاله. فالجماعة زي ما قلنا عندهم أخصائي نفسيين وحطوا الأشياء هاي، حنذكرها بالتفصيل، إنه أنت تصل قبل الاختبار 15 دقيقة عشان أنت نفسياً تتعود على المكان وتعرف المكان اللي راح تجلس فيه وتاخذ على المكان وتروح رهبة الاختبار منك. الجماعة من كثر مهم مركزين وبدهم إياك تنجح في الاختبار، بقول لك إنك لازم تجيب الآية الحاسبة وتجيب معها بطاريات احتياط، يعني شوف لدرجة وين، وتجيب معك قلمين رصاص، واحد تستعمله في الحل، واحد يكون معاك احتياط. واللي عجبني جدا طريقة يعني انهم الجماعة حتى مهتمين في راحتك، انه انت تكون لابس لباس مناسب وتجيب معك سناكس وبيبسي او مي او كذا، مسموح هذا يعني خلال الاختبار مسموح طبعا. فشوفوا قديش الاختبار بالنسبة لهم مهم، يعني مركزين على ادق التفاصيل خلال اجراءك للاختبار. طبعا ممنوع منع بات في الاختبار انك تجيب معك اي دفتر نوتات او تجيب معك مصادر خارجيه او كتب، والريفرنس بوك يا اخوان ممنوع تماما يكون معك هارد كوبي في الاختبار. هون صعوبه الاختبار، لو كان معك هارد كوبي اتوقع انه اسهل مما يكون سوفت كوبي قدامك على الشاشه. فلهيك مهم جدا خلال تحضيرك للاختبار انك تعرف تتعامل مع الريفرنس بوك كسوفت كوبي. الآن حنتحدث طبعاً عن نسبة النجاح في الاختبار. نسبة النجاح أتوقع إنها شوي يعني مرتفعة، لازم تجيب 70% عشان تعدي هذا الاختبار، يعني نسبة النجاح لازم تكون عندك 70%. زي ما قلنا كانوا زمان معتبرين إنه مبدأ الصح بيأكل الغلط، ومش هذا كله التغى، يعني الجواب الصح صح والغلط غلط. فإذا في أجوبة أنت مش عارف جوابها أو مش عارف إشي عادي شيرها، ممكن أنت عندك زي ما قلنا نسبة الربع إنك تطلع معاك صح وتنجح، ما بتدري ممكن سؤال توقف معك على سؤال واحد يعني.
الآن يا أخوان موضوع مهم جدا اللي هي نسب النجاح في هذا الاختبار. طبعا النسب هاي بتختلف من سنة لسنة. إحنا العام الماضي في المحاضرة كان أكثر ناس أو أقل ناس بنجحوا في الاختبار هم الكهرباء. الآن المدني صار أقل ناس، يعني نسبة النجاح للهندسة الكيميائية 74% من المتقدمين، وهي نسبة جيدة باعتبار يعني. نسبة النجاح للسيفل 65% بس، نسبة النجاح للكهرباء 67%. الهندسة البيئية وهي طبعا هاي يعني عليها تركيز شديد جدا، يعني ما بعرف في أمريكا كثير بركزوا على موضوع الهندسة البيئية، وحنيجي الحكي في النهاية حوريكم المقارنة بين راتب المهندس البيئة وباقي المهندسين 75%. الهندسة الصناعية نسبة النجاح فيها بس 66%، طبعا هي بعد المدني. يعني الميكانيك ما شاء الله يعني مسفحين، هم أعلى ناس 75% زي البيئة. والأذرز أو الجنرال اللي هم الناس اللي تخصصاتهم غريبة زي ما قلنا في البداية أو تخصصات لا تخضع لهذول التخصصات هي 73%. أنا بس بحب أضيف نقطة يا أخوان، أصعب 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 تخصصين في الامتحان هم المدني والكهرباء. المدني برا في عليه تركيز شديد جدا، لأنه المدني طبعا زي ما احنا عارفين هم بيعملوا الجسور والطرق والأبنية، مندرج طبعا ضمنهم المعماري. يعني الناس هاي عليها تركيز عالي جدا لانه شغلهم حساس، يعني الابني الاساسات والفونديشنز وطريقه الامور هاي مهمه جدا انه المهندس المدني يكون ملم فيها، فاختبارهم اصعب نوعا ما من بقيه الهندسات. الهندسه الكهربائيه انا بالنسبه لي هي الأسوأ والاصعب، يعني شباب الكهرباء للاسف هم اكثر ناس بتغلبوا في هذا الاختبار، وانا هذا انا جربته بحالي. يعني الاختبار انا درست على الاختبار فتره طويله جدا، ولاحظت أن الهندسة الكهربائية هي أصعب شيء. أول شيء الهندسة الكهربائية أكثر هندسة فيها تخصصات. للأسف اختبار الأف إي بيعتبر أن الهندسة الكهربائية كلها واحد، يعني اتصالات مع حاسوب مع ميكاترونيكس مع إلكترونيكس مع باور مع ماشينز، كلهم بيعتبرهم تخصص واحد. فبالتالي أنت ممكن مثلا أنا دارس اتصالات أدخل على اختبار الأف إي ألاقي أنه في شغلات أنا أصلا ما درستها في الجامعة، طيب بدك ترجع تدرس عليها من أول وجديد. هاي شغله. الشغله الثانيه في جزء من الاختبار حيسالك عن برمجه الحاسب الالي، هو ضمنيا بيعتبر انك انت بتفهم في برمجه الحاسوب او بتفهم في لغات البرمجه، ما حيجي يشرح لك السي بلس بلس من الصفر، وفي الهاند بوك مش متطرق نهائيا لطريقه البرمجه، هو بس معطيك رؤوس اقلام انه انت مطلوب منك السي بلس بلس، مطلوب منك البايثون، مطلوب منك الجافا سكريبت. فانت ضمنيا هو بيعتبر انك انت فاميليار مع البرمجه. حيجيك 6 أو 7 اسئله في الاختبار عن برمجه الحاسوب، هذول جماعه الكهرباء. طب في ناس باور ما درسوا، بقول لك لا احنا بشكل عام حنعطيك اسم لغه البرمجه. بالتالي جماعه الكهرباء بده يضطر يرجع لمراجع خارجيه. فهاي الهندسه الكهربائيه للاسف انا من وجهه نظري انها لو تتجزا بيكون احسن، لكن في البي اي لا، في البي اي مجزأ، الكمبيوتر لحال، الاتصالات لحال، والباور لحال، والالكترونيات لحال، 3 أو 4 تخصصات مجزأة. لكن في الأف إي لا، مهندسين الكهرباء كلهم بيعتبروهم واحد، فهاي حتكون شوي يعني طريقة التحضير للاختبار حتكون صعبة جدا للكهرباء. طبعا هون احنا بنحكي يعني بعد ما تقدم الاختبار ان شاء الله وربنا يوفقك، نتيجتك بتطلع بعد من 6 لـ10 أسابيع تقريبا. بعد 6 أو 10 أسابيع بتلاقي الموقع تبع الهيئه الامريكيه للامتحانات، بتلاقي الان سي دبليو اس، بتلاقي انت بتخش برقم الاي دي تبعك، بتطلع النتيجه تبعتك، وبيبعثوا لك شهاده بعدك انه انت مهندس معتمد واخذت درجه الاف اي. طبعا درجه الاف اي يا اخوان حتكون طول العمر، يعني انت حتقدم بس مره واحده، مش مثلا زي البي ام بي او السي سي ان اي او الشهادات الاخرى انت بتعملها ابديت كل 3-4 سنين. لا، الاف اي حتكون معك خلاص على طول، انت صرت اف اي انتهى موضوعك، بتقدم مره واحده بس. الان نيجي لموضوع مهم جدا انه انت بدك تدرس، او زي ما حكينا مثلا انا مهندس كهرباء ما درست اتصالات، ما باور ما اخذت يعني اتصالات مثلا، فالجماعه عاملين لك يعني ريفرنس بوك بنباع على الموقع الرسمي تبع الان سي دبليو اس، ممكن تدخل تعمل اكاونت لك على الان سي دبليو اس وبتشتري من عندهم كتاب فيه حوالي 100 سؤال. اتوقع من وجهه نظري انه هذا ال 100 سؤال 20 او 30 او ممكن لحد 50 احيانا يجيك منهم في الامتحان النهائي. يعني الريفرنس بوك تبعهم او الريفرنس ستادي بوك تبع الان سي دبليو اس، طبعا
طبعا غير هذا عن الهاند بوك تبع الدراسة، لا هذول أسئلة، هذا أسئلة، طريقة أسئلة حاط لك حوالي 100 سؤال مع أجوبتها، تقريبا من 20 ل 30 سؤال إذا مش 50 حتى تجيك في الاختبار. بعد هيك أنت عندك مصادر أخرى في مواقع على النت بتبيع اختبارات وبتبيع كتب، ممكن تدخل تشتري هاي الاختبارات، وموجودة عندي أخوان إن شاء الله راح نشيرها معاكم، راح أشير معاكم كمية ضخمة جدا من الأسئلة والاختبارات موجودة إن شاء الله. ممكن تشتريها في موقع اسمه BIB، في موقع اسمه والله راح عن بالي اسمه تيست انجينير، شغلة زي هيك يعني، بس ان شاء الله حنشيره معاكم كله ان شاء الله. وفي عندكم ريفرنس بوك بتكون تأليف ناس تانيين، يعني ناس مختصين بالFE بس مش تحت الهيئة الامريكية للامتحانات، لا ناس خارجيين يعني طرف ثالث بكونوا بألفوا كتب بحطوا فيها اسئلة وبحطوا فيها شرح، يعني بتكون كمان للاخوان مثلا اللي ما مر عليه بعض المواد أو لأول مرة بصادف بعض المواد بتكون موجود فيها شرح بسيط يعني، وفيها حوالي على كل مادة حوالي 50-60 سؤال، هاي برضو بتساعدك في عملية الحل. طبعا أنا هون حاط لكم أشهر الريفرنس بوك أو كذا اللي ترجع لها، أو اللي هو الريفيو مانيوال أو شغلات زي هيك إنك ترجع تدرس منها. طبعا اللي باللون الأبيض هذا إخوان في أقصى الزاوية على اليمين هذا نفس الهيئة الأمريكية للامتحانات أو للهندسة هي اللي بتعطيك إياه، بتشتري من موقعهم، شايف علي؟ الباقيين اللي هم اللي على الكورنر في اليسار وتحت يا أخوان هذولا بنباعوا على أمازون، ممكن تشتريهم من أمازون. وأنا بنصح أي مهندس تكون عنده هاي الكتب، لأنه هاي الكتب تشمل يعني إذا أنت مهندس كهرباء هاي بتتطرق لكل إشي بالهندسة الكهربائية بشكل مختصر. الريفرنس بوك هذا أو الريفيو مانيوال بيجي عبارة عن كتابين، كتاب شرح وكتاب أسئلة. كتاب الأسئلة فيه حوالي من 500 ل 600 سؤال، وكتاب الشرح بيجي حوالي 300-400 صفحة بتطرق لكل المواد. برضو كمان أنت لازم تعرف، أنت مثلا في الاختبار هذا لازم تكون عارف، هو بيكون فيه مضاف شغلات أخرى ما بتلزمك في الاختبار، فأنت مش مطلوب منك تدرس هذا الريفرنس بوك كله أو كذا، لا أنت لازم تلتزم بالخطة المحطوطة لك. فهاي الخطة موجودة على الموقع الرسمي تبع NCAA، كل تخصص بخطته يا أخوان، فبتروح بتحمل هاي الخطة. إن شاء الله أنا بعد المحاضرة بشيرها معكم، في عندي كذا خطة بشيرها معكم بإذن الله لكل تخصص. ممكن تتسجل على الموقع وتنزل الخطة هاي، فبناء على اسم المادة اللي راح تختبر فيها بتكون بترجع للمادة هاي في الريفرنس بوك وبتشوف المعادلات بتشوف كذا. إذا في إشي أنت مش فاهمه مشروح بتوفر عليك جهد كبير جدا. أنا هون حطيت مثال على بعض المعادلات اللي بتكون موجودة في الريفرنس بوك. طبعاً هذول الثلاث معادلات يا إخوان ما في اختبار للأف إي ما جوش فيه، يعني مستحيل. هذول أشهر ثلاث معادلات في الاختبار الأف إي، معادلات الجذر التربيعي واللي هي المسافة والتبعت السلوب. هذول يا إخوان المعادلات بتيجي معك في الريفرنس بوك بهذا الشكل عشان تكون عارف، هو بيعطيك المعادلة النهائية بس ما في عليها لا شرح ولا أي شيء. هون انت شطارتك زي ما حكينا في طريقة الدراسة وتعرف كل معادلة ايش هي وكيف تصيدها. يعني المعادلات في الريفرنس بوك بتكون بهذا الشكل، او في الهاند بوك بتكون بهذا الشكل، في الامتحان راح تطلع عندك المعادلة بهذا الشكل. طب هاي معادلة ايش؟ لازم تكون عارف هاي المعادلة ايش، وانت حال عليها حوالي 50-60 مثال او 100 مثال، بالتالي انت بتصير هاي المعادلات فاميليار معك، انت خلص بتصير عارف هاي المعادلة ايش هي، ايش السؤال اللي راح يجيك عليها. هنا بالحالة هاي أنا بضمن لك إن شاء الله بعد توفيق ربنا بنسبة 100% إنك تجتاز الامتحان. لو وصلت للمرحلة هاي بإذن الله راح تجتاز الامتحان. حطيت لكم أنا عندي كتاب سوفت كوبي، طبعاً كتاب فيه 10 أسئلة تقريباً، حطيت لكم 10 أسئلة تقريباً من بشكل عام، يعني هاي أسئلة جنرال مش لكل أنواع الهندسة. هاي طبعاً في منها رياضيات، في تكامل وتفاضل، في فيزياء. الأسئلة بالشكل هذا يا أخوان، كل سؤال محطوط عليه 4 خيارات، وهذول الأسئلة يا أخوان صدقا يعني هاي الأسئلة بتتكرر، يعني إذا أنت قد ما حليت أسئلة وقد ما استخدمت المعادلات قد ما كنت فاميليار مع الاختبار وسهل عليك أنك تجتاز هذا الاختبار. طبعا راح أوريكم هاي مثلا مثال آخر على أسئلة يا أخوان، هاي الريفرنس بوك اللي وريتكم إياه قبل شوي، هذا تبع الهندسة الميكانيكية، أنا جبته من الريفرنس تبع الهندسة الميكانيكية. حتلاقي نفس الأسئلة متكررة في أكثر من الريفرنس بوك، لأنه هذا اختبار جنرال، فحتلاقي الأسئلة هاي متكررة دائما.
هاي أسئلة برضو، هاي عن الفيزياء. بس قبل ما ننتقل عن النقطة اللي بعديها، في موضوع مهم حيختبر فيه جميع المهندسين، اللي هو موضوع الإيثكس يا إخوان. موضوع الإيثكس أو موضوع أخلاقيات المهندس راح تلاقي عنه صفحة أو صفحتين في الريفرنس بوك. بالحالة هاي يعني في الامتحان موضوع الإيثكس عليه 15 علامة تقريبا أو 15 سؤال. المفروض هذول ال 15 سؤال يكونوا في جيبك، يفترض أن 15 سؤال هذول يكونوا في جيبك، لكن في الاختبار أسئلة الإيثكس بالذات هي أسئلة استنتاجية، راح يعطيك كيسز، راح يعطيك شغلات زي هيك، راح يعطيك مثلا استنباط. فالإيثكس في معمولها دوسية، وصلتني دوسية من بعض الإخوان بالضبط إيش راح يجيك في الاختبار، أسئلتها ما راح تتغير. يعني اللي حاب يقدم اختبار الأف إي الإيثكس بالذات ما راح يلاقي عنها كثير في الريفرنس بوك، ما راح تلاقي عنها أشياء كثير يعني. ففي دوسية بسيطة سواها أحد الإخوان الله يجزاه الخير، تشمل كل الأسئلة راح تجيك في الاختبار. لحسن الحظ يعني من حوالي 10 سنين أسئلة الإيثكس ما تغيرت نهائيا، فبتيجي تتكرر في كل اختبار. الآن يا أخوان راح نتحدث عن نقطة أنه إذا أنت لا سمح الله رسبت في الاختبار، الاختبار تقدر تاخذه أكثر من مرة ما في أي مشكلة، لكن هو الموضوع مرهق ماديا. يعني أنت كل مرة هتدفع $200 للهيئة الأمريكية للاختبارات، أو تقريبا 1500 ريال للهيئة السعودية للمهندسين، أو 250 دينار في الأردن. طبعا كل نقابة لها سعرها يعني، فهو مرهق ماديا يعني. هاي المشكلة الأولى. بينعمل مرتين في السنة الاختبار زي ما حكينا في البداية، بتقدر تعمله مثلا في شهر 4 أو في شهر 11، ممكن تعيد الاختبار بكل بساطة يعني. طبعا المرة الثانية حيكون أسهل عليك، أنت حتكون يعني فاميليار أكثر مع الاختبار، حتكون الموضوع أسهل عليك بكثير من المرة الأولى. وحتى لو عدت الاختبار 100 مرة يا أخوان ما راح ينحط عليك علامة، أو ينحط عليك أنه أنت مثلاً ليش عدت الاختبار، أو ينحط أن هاي ديس أدفانتج. لا ما في مشكلة، تقدر تعيد لحد ما تنجح. بس ما بعرف إيش بترتب عليه يعني. ممكن مثلاً المهندس اللي مثلاً بده يطلع على فيزة عمل، مثلاً بده يجي على دولة معينة بفيزة عمل، إذا ما عدى الاختبار أول مرة ممكن نحط بلاك ليستد. أنا هاي ما عندي خلفية فيها يعني، كل نقابة وسياستها يعني. مثلا انا بدي اطلع على مثلا على بريطانيا، هم بتقدم اختبارهم مثلا او اختبار الاعتماد المهني تبعهم، فممكن انت من اول مره يحطك بلاك ليستد مثلا يعني. فانا ما بعرف بالضبط يعني، حسب الانسي دبليو اس انه ما في مشكله، ممكن تعيد الامتحان 20 مره. طبعا زي ما حكينا يعني، هذا امتداد للي حكيناه في البدايه، انك انت لازم تنام كويس ليله الاختبار، وتكون مثلا مرتاح نفسيا، والموضوع بسيط. وما الجماعة أنا حاولت كمان برضو أركز على الموضوع هذا، لأنه العامل النفسي برضو مهم جدا في هذا الاختبار يا إخوان. طبعا احنا تحدثنا باستفاضة عن هذا الموضوع، إنك تكون أنت جاي على الامتحان وعندك ثقة وعندك كذا. وأنا يعني تعمدت إن أحط السلايدات هاي كل شوي، أو إن أركز على هذا الموضوع وموضوع الوقت. الثلاث عوامل هذول كثير بيساعدوك إنك تجتاز الاختبار، موضوع إنك التركيز على التايم، تركيز على طريقة الدراسة من الريفرنس بوك، وإن حالتك النفسية مهمة جدا في اجتياز الامتحان. هاي النقطة الآن، جماعة الانسيدة بالإيأس يا إخوان حاطين 6 نقاط أو 6 خطوات إنك تراجع أو تقدر تعدي اختبار الأف إي. هم هاي من وجهة نظرهم طبعا يعني، هاي من وجهة نظرهم، وأتوقع إنه كل شخص فينا قادر إنه كل وجهة نظر معينة أو طريق أو آلية معينة في دراسة الاختبار. لكن هاي وجهة نظرهم في الهيئة الأمريكية للاختبارات، إنه النقطة الأولى إنك أنت تعمل مثلاً sign up for review course وتنزل study guide. يعني أنت تعمل account عندهم وتنزل في البداية طريقة التحضير للاختبار اللي هم عاملينها، اللي حكينا عنها في بداية المحاضرة. هم إلهم آلية معينة في طريقة التحضير وrecommendation معينة إنك أنت تنزلها. طبعاً ذكرتها في بداية المحاضرة حطيناها. فهاي أول خطوة. الخطوة الثانية إنك أنت تحاول تجيب امتحانات قدر الإمكان، تشوف أنت من كل مكان متاح عندك امتحانات إلها علاقة في الموضوع، أو إنها تكون مثلا امتحانات بسيطة أو امتحانات صعبة، لكن هم بدهم يدربوك يعني. هذا الهدف منه إنك أنت تتدرب. طبعا زي ما حكينا الكتب اللي حطيناها، حطينا صورتها قبل شوي، مهمة جدا تكون عندك يعني.
الريفرنس بوك تبع الاف اي تبع الان سي دبليو اس والهاند بوك لحاله ما راح يكفوك، لازم تجيب برضو ريفرنس من برا. النقطه الثالثه بالنسبه لهم انك تركز على نقاط القوه عندك ونقاط الضعف. نقاط القوه مثلا انا خبير في الفيزياء مثلا، فما راح ابذل جهد كبير على الفيزياء، اللهم اني بس حركز على طريقه الوصول للمعادلات بس. لكن انا مثلا ماده الاتصالات ضعيف جدا فيها او ما درستها، فاخصص لها وقت اطول. عادي انت ممكن تقعد تحضر الاختبار هذا 6 شهور ما في مشكله. لا انت نصيحه مني يا اخوان، لا حدا يحاول ياخذ هذا الاختبار قبل على الاقل يحضر 6 شهور. طبعا الاخوان المتخرجين الجدد موضوع بالنسبه لهم سهل جدا، بالنسبه لنا احنا حيكون صعب جدا. فانت ما تاخذ موعد للاختبار تدفع فلوسك على الفاضي قبل ما تكون بنسبه 70% قاطع شوط، او بنسبه 70% متاكد انك راح تقدر تعدي هذا الاختبار، نسبه 70% انك تكون انت اوريدي بلشت حليت مثلا حوالي 1000 سؤال، انت فاميليار مع السوفت كوبي والهارد كوبي. بعد هيك خذ موعد للاختبار يكون كمان بعد 6 شهور، فهيك انت حتكون حضرت لهذا الاختبار سنه كامله. بهيك انت بتكون يعني داخل الامتحان واثق من حالك، كل شيء بسيط عندك، فراح تعدي ان شاء الله من اول مره. يعني لا تستعجل في هذا الاختبار. لكن في نقطه ثانيه، احنا ممكن الان يقروا هذا الاختبار يصير اجباري، فلو صار اجباري هون يعني شوي حيكون في مشكله، يعني بالنسبه لوقت التحضير لهذا الاختبار والدراسه لهذا الاختبار حيكون في مشكله. يعني لو اقر هذا الاختبار على المهندسين فجاه مثلا، يعني حيكون شوي في صعوبه في التحضير. فاحنا حبينا نركز على هاي المواضيع من الان عشان الجميع ياخذ فكره عن هذا الاختبار ويكون متحضر نفسيا، انه ممكن في اي وقت يكون في اختبار. يعني ممكن انت في اي لحظه يقول لك تعال يا عمي قدم، فانت على الاقل عندك فكره عن هذا الاختبار. النقطة الرابعة طبعا زي ما حكينا انك انت تحاول تقضي وقت اقل على مناطق القوة اللي عندك، وتعطي وقت اطول للامور اللي انت مش فاهمها او اللي عندك فيها مشاكل او ناسيها. النقطة السادسة، بعد ما تعمل كل هاي الامور برضو انت تعمل براكتس اكزام ثاني مرة، او انك تجيب امتحان اف اي قديم، او تجيب مثلا امتحان اف اي مثلا سابق، او تجيب مثلا امتحانات سابقه وتحاول تحلها. طبعا هاي تكون مثلا امتحانات بس للاف اي، يعني في البدايه قلنا تجيب اي امتحانات وتحاول تتدرب، الان بس امتحانات الاف اي، وتكون تكون مثلا مرتبطه بالهاند بوك اللي معك وتحاول تستنبط الاجوبه من الهاند بوك. يعني هذا التدريب النهائي حيكون عندك. في التدريب النهائي، التدريب النهائي هاي المرحله النهائيه في التحضير لهذا الاختبار، انك انت تستنبط المعلومات الصح من المكان الصح في الوقت الصح. بعد هيك انت مؤهل انك تقدم الاختبار. الان راح اتحدث بس عن موضوع البي اي، اللي برينسيبل اند براكتس اوف انجينير اوف انجينيرنج، والفرق بينه وبين الاف اي. الان البي اي هو البروفيشنال انجينيرنج يا اخوان، او البرنسبل اند براكتسنج، يعني في مسميات، في ناس بتسميه هيك وناس بتسميه، بس هو بشكل عام البروفيشنال انجينيرنج. الان البروفيشنال انجينيرنج في فرق كبير بينه وبين الاف اي. الاف اي اول شيء هو الخطوه الرئيسيه، الاف اي اول خطوه بتعملها على اساس انك انت تعتمد كمهندس، تصير انت في الحاله هاي مهندس، يعني مهندس عندك تصريح مزاوله مهنه. البي اي هي الخطوه اللي بعد هيك انك تصير بروفيشنال انجينير، يعني انت اذا ما اخذت البي اي لا يعني انك انت بيرش تزاول المهنه، لا لا عادي ما في مشكله، انت بتظلك مهندس وبتزاول المهنه وامورك تمام. لكن البي اي في مناصب مثلا، او مثلا في وظائف حساسه تتطلب وجود بي اي، حنجي له بالتفصيل الكلام هذا كله. فهي البي اي خطوه لاحقه للاف اي، والبي اي بتطلب منك سنوات خبره، يعني بتطلب منك عدد من سنوات الخبره عشان تقدر تقدم الاختبار. بس انا عندنا احنا في النقابات العربيه انا ما عندي علم هل البي اي متطلب له الاف اي. لحد الان عادي ممكن تاخذ درجه البي اي مقابله شخصيه وعدد سنوات خبره يفوق ال10 سنوات. اذا عندك عدد سنوات خبره مصدقه، طبعا تكون موثقه ومصدقه من الغرفه التجاريه او من الجهات المعنيه، وتكون عندك 10 سنوات خبره معتمده، بتاخذ درجه البي اي. طبعا بيخضعوك لمقابله شخصيه، يعني بيطلبوك مثلا مقابله شخصيه وبتنسال فيها بيعطوه درجه المحترف. لكن الان مع النظام الجديد لحد الان انا في النقابات العربيه ما عندي علم هل الاف اي مطلوب او لا، وهل الاختبار اللي راح يطلبوه مثلا من المهندسين جايين من برا او كذا حسب عدد سنوات الخبره، برضه هاي لسه محل نقاش يا اخوان. لكن الاف اي بالنسبه لي هو الاساس، يعني الاف اي اهم من البي اي.
زي ما حكينا الآن البيئي في تفصيل أكثر، يعني بالنسبة للمهندسين البيئي أو اللي بده يأخذ بروفيشنال إنجينير لا في تفصيل أكثر من الأفي. أنت هون يعني في عندك مثلا تخصص الهندسة الزراعية، هندسة الهندسة المعمارية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، هندسة التحكم، وعندك بعدين الإلكتريكال أند كمبيوتر صار تحتيها 3 امتحانات. طبعا الكنترول هم استثنوا من الهندسه الكهرباء، اعتبروه هندسه مستقله، هندسه التحكم في الافي لا يعتبر تحت الكهرباء، الان اعتبروه هو لحاله. يعني الالكتريكال والكمبيوتر تقدر انت كمهندس كهرباء تاخذ اي واحد من الامتحانات هاي، مش شرط يعني انا درست كمبيوتر بس خبرتي باور، بقدر اقدم في الباور عادي ما في مشكله. فاي واحد شهادته هندسه كهربائيه او كمبيوتر بيقدر ياخذ واحد من الاختبارات هاي، حتى بيقدر ياخذ الكنترول برضه، يعني ممكن تاخذ كنترول انت، يعني ممكن انا مهندس كنترول اخذ امتحان باور ما في مشكله، مع العلم انه بيعتبروا الكنترول شيء مستقل في ذاته، لكن ممكن كمهندس باور اخذ امتحان الكنترول ما عندي مشكله. وهم قسموا لهندسه الكمبيوتر لحالها، الالكترونيات والاتصالات والتحكم لحالها، وهندسه الباور لحالها. بعد هيك بنيجي لهندسه البيئه، هندسه الحمايه مثلا، وهندسه الفاير بروتكشن، وبيجي بعديها هندسه الميكانيك، انا مش شايف الشاشه فوق فيه، هندسة الصناعية وهندسة الأنظمة، بيجي عندك بعدين هندسة الميتالوجيا والمعادن اللي تكلمنا عنها في الجنرال قبل شوي يا أخوان، هاي الآن عملوا لها بيئة مختص فيها، هندسة التعدين، الهندسة البحرية والهندسة النووية وهندسة البترول والهندسة التصميم أو الستركشرال إكزام، يعني عفوا الهندسة اللي هي التصاميم، مش عارف شو ترجمتها بالعربي بصراحه، بس هي هندسه التصاميم يعني، او اللي هي بتدخل تحت الاستراكشر والامور هاي، فعملوها هاي مستقله عن المدينه لحالها، هندسه التصاميم اللي هي البيمز والجملونات والامور هاي عملوا لها شيء مستقل فيها. هندسه عفوا درجه البي اي يا اخوان تتطلب منك على الاقل يكون عندك 4 سنوات خبره، يعني تحت 4 سنوات خبره ما بقدر يتقدم لدرجه البي اي. انا بتكلم الان عن نظام في امريكا، في أمريكا أنت ما بتقدر تصير استشاري أو تأخذ درجة استشاري إلا ما تكون حامل درجة البي إي، درجة المحترف. بعد ما تأخذ درجة البي إي ممكن يعتبروك مهندس استشاري. بعض الوظائف الحساسة مثلا المدراء في وكالة ناسا، المهندسين اللي بيصمموا أجهزة البحث الجنائي اللي هي تحليل الدي أن إيه، تحليل البصمات، هذول لازم يكونوا بي إي. والجماعة اللي بيشتغلوا في تصاميم هندسة البيئة اللي هي قياس التلوث، قياس الإشعاع، قياس مش عارف، هذول لازم كلهم يكونوا بيئي يا أخوان. فهذا اللي حكيت عنه بداية المحاضرة، وحوريكم هندسة البيئة وهندسة أجهزة البحث الجنائي ليش مهمة جدا، ليش تكون فيها بيئي مهم جدا. هذا شكل الهاند بوك يا أخوان أو الريفرنس مانيوال. طبعا هون لا بيختلف، يعني الموضوع أسهل شوي. أنت هون كل تخصص له ريفرنس بوك مستقل، عدد صفحات أقل. فهذا الريفرنس بوك أنا حاطه كمثال طبعا، يعني الإلكتريكال أند كمبيوتر هذا اللي هو قسم الباور، يعني قسم الباور له هاند بوك مستقل فيه، ما راح يكون مدموج مع بقية الهندسات الثانية. لا أنت خلص، أنت مثلا هندسة نووية خلص إلك هاند بوك مختص في الهندسة النووية، معادلات الهندسة النووية فقط لا غير، المساقات اللي راح تختبر فيها أقل وبتكون مركزة أكثر. فالبي إي إذا أنت اجتزت الأف إي، البي إي نوعا ما أسهل يا أخوان، مش العكس، البي إي أسهل لأن الأمور مور سبيسيفيك في البي إي. يعني أنا خلص مثلا بدي أختبر في الهندسة النووية، الهاند بوك عندي هندسة نووية أو هندسة صناعية، خلص أنا عندي بس هاند بوك واحد، ما في داعي أني أرجع لكل الهندسات وأطلع أسماء المواد وأقعد أقارن، لا هنا الأمور محلولة، هنا هم اختصروها عليك. أنا حطيت لكم هاي الكتب المتاحة عندي يا إخوان، للأسف والله ما عندي غيرهم هذول، فأنا حطيت لكم الكتب المتاحة عندي موجودة. هاي طبعاً نفس اللي بنطبق على الإف إي بنطبق على البي إي. في طبعاً الإنسي دبليو إس عندها كتبها فيها حوالي 100 إلى 150 سؤال، وفي طبعاً اللي هو الثيرد بارتي أو طرف ثالث بيجيبوا لك يعني كتب فيها مثلاً كتب معينة في البي إي، محطوط فيها مسائل، محطوط فيها كذا، هاي أشهرها طبعاً، هاي الكتب المتوفرة عندي حالياً يا إخوان. طبعا انت ممكن على امازون او على اي باي تلاقي القصص هاي موجوده، يعني ممكن تشتري انت الموضوع هاي، اسعارها مثلا تتراوح من 100 إلى 150 دولار، كتب الاف اي مثلا $30 $40،
يعني بالاسعار هاي. طبعا انا حاولت ادور في عند جرير وعند لعبيكان والمكاتب هاي ما لقيت والله، فلازم تجيبها من برا، ما في متاح هون. احنا الان ذكرنا يا اخوان 10 اسباب مهمة جدا انك تحصل على درجة البي اي. يعني الاسباب هاي يعني هم لخصوها بعشر اسباب، طبعا هذا الكلام من الموقع الرسمي تبعهم، أنا ما جبته من عندي، يعني هم الجماعة اختصروا موضوع البي اي في العشر أسباب هاي. زي ما قلنا في البداية إنه أنت ممنوع تصير استشاري، طبعاً بتكلم عن النظام الأمريكي، وطبعاً النظام الأمريكي أعتقد إنه أقدم شيء وأكثر شيء حالياً يعني بيكون أقرب للصحة، يعني لأنهم الجماعة لهم فترة طويلة شغالين على الموضوع، فالكلام اللي هم بيكتبوه بيكون عن دراسة معمقة يا أخوان، يعني لسه الجماعة لهم باع طويل في الأمور هاي. فهم أنا بتكلم عن النظام الأمريكي وأتوقع أنه راح يطبق عنا، يعني حيكون عنا برضو نفس الموضوع. الآن ممنوع يكون أي كونسلتنت أو أي استشاري أو أي واحد بمارس المهنة كمهنة استشاري عفوا، أو خلينا نحكي الوظائف الحساسة اللي بتتطلب مثلا موافقات أو كذا أو موافقات على تصميم إلا يكون بيئي. طبعا النقطتين الأولى والثانية هم نفس الشيء، يعني هم موزعين، لكن أنا بختصرها أنه أنت تكون ككونسلتنت مثلا او كديزاينر مثلا، او مثلا انت اللي بتوقع على السبميتلز او الامور هاي، او بتعتمد سبميتلز معين، لازم تكون بيئي. النقطه الثالثه يا اخوان، زي ما احنا شايفين طبعا الان موضوع الكورونا كثير شركات سكرت وصار مشاكل وصار كذا، ف واعاده هيكله واعاده برمجه الشركات من تقليص عماله، فسهل جدا على جماعه البيئين هم يلاقوا شغل. يعني هم من وجهه نظرهم طبعا انه المهندسين اللي عندهم درجه البي اي سهل جدا انهم لاقوا شغل ولاقوا مثلا وظائف جديده، او حتى انها شركاتهم القديمه انها تحتفظ فيهم، يعني هم اخر ناس بينشالوا من الشركه. في امريكا طبعا انا بتكلم عن امريكا والدول اللي بتعترف في الامتحانات هاي، المؤسسات او المصانع اللي بتحقق نسبه كوتا معينه، يعني انا مثلا عندي 4 مهندسين بي اي تعفى من بعض الضرائب وتعفى كمان من التراخيص. لما يكون عندي مثلا مهندسين بي اي بعدد معين انا بعفي المؤسسه هاي من بعض التراخيص، او بسمح لهم يزيدوا عدد، مثلا انا مصنع سيارات بسمح لهم يعملوا براند ثاني مثلا، او مصنع الكترونيات بسمح لهم يعملوا منتج ثاني. فبتعمل لك هاي شغله كويسه انها بتعفيك من بعض الضرائب وبتعفيك من بعض الاجراءات الحكوميه وبتعطيك تسهيلات اكثر في الانتاج. طبعا بعض الولايات في امريكا الناس الشركات اللي فيها بي اي انجينير بيطالبوه منهم يكملوا تعليم، يعني بيطلبوا منك انه انت تكون بي اي انجينير مثلا او بروفيشنال انجينير انك تكمل تعليمك وتاخذ دبلوم عالي او تاخذ ماجستير حتى انك انت تكون مثلا مرخص عندهم. طبعا في اشتراطات كثيره، يعني مثلا اكمال التعليم لدرجه الماجستير او الدكتوراه بعض الولايات في امريكا مشروط، انك انت تكون بي اي لازم يكون معك ماجستير او دكتوراه. بعض الشركات الكبيرة مثلا رواتب البي اي انجينيرز فيها فلكية اخوان، حنشوف هلا مقارنة في الرواتب، يعني بتحاول كمان تدفع مهندسينهم ياخذ درجات وياخذوا الاعتماد المهني، لانه هذا الحكي حيوفر عليها تراخيص وحيوفر عليها ضرائب، وبتدعم مهندسين ياخذوا البي اي لانه البي اي بيرفع الكوتا تبع الشركة. لما يكون عندي 4 مهندسين درجة محترف انا بصير مثلا انا بدي اقدم على مشروع مثلا على سبيل المثال خلينا نقول ارامكو، لما اقدم البروبوزل تبعي او اقدم البري كواليفيكيشن او البروفايل تبعي واكون كاتب انه عندي مجموعه من المهندسين بي اي، حتى لو سعري اعلى من بعض الشركات المناقصه بترسى علي. في امريكا الان ابتدعوا موضوع الماجستير المهني او موضوع الماجستير المهني اللي له علاقه بالشغل، اللي بيكون مع درجه البي اي يعتمد له ماجستير مهني، الان بيقدر يقدم على درجه الماجستير المهني ممكن يتحصل عليها حتى بدون اختبارات. يعني اذا انت بروفيشنال انجينير هذا بيساعدك انك تتحصل على درجات علميه ثانيه، يعني هذا الحكي بيكون عندك زي حافز انك انت تاخذ درجات علميه اعلى وبشكل اسهل مما تكون مثلا مهندس غير بروفيشنال. فحتى في الجامعات في الدراسه في طريقه اكمال التعليم درجه المحترف لها وزن يا اخوان، لها وزن كبير جدا. يعني النقطة الثامنة طبعا زي ما قلنا، يعني هاي نقطة مكررة خلنا نعتبرها، هم منفصلينها بس أنا بشكل عام، إنه بعض المناصب الإدارية مثلا
او خلينا نقول بروجكت مانجرز او مثلا الفايس بريزيدنت او مثلا الكونسلتنت لازم يكون بي اي، هذا مانديتوري عندهم، ما في اذا ما كنت بي اي ما بتستلم منصب، ما بيزيد راتبك، فلازم تكون بي اي. فهاي من حسنات البي اي طبعا. بالنسبه للبي اي مثلا خلينا نقول بعض الدول تطلب مثلا عندها حق البترول، خلينا نقول دوله مثلا في افريقيا بين عندهم بترول جديد او بين عندهم حقول غاز، فدائما الاولويه في ارسال الخبرات تكون للناس اللي معها بي اي، يعني المهندسين اللي عندهم بي اي لهم الاولويه دائما في الانتداب الخارجي. يعني مثلا انا خلينا نقول الان فتح مصنع في مصر، مصنع سيارات، وطلبوا مهندسين من الاردن، خبرات من الاردن مثلا، فالاولويه دائما للمهندسين اللي عندهم درجه البي اي. النقطة العاشرة طبعا هم بتحدثوا عن أخلاقيات الهندسة وكذا، إنه المهندس المحترف بيكون أكثر تفهما لأخلاقيات الهندسة، بيكون يعني تعليمه مستمر وكفاءته أعلى، فهي نقطة مفروغ منها، يعني هي باي ديفولت، يعني إنه المهندس اللي عنده درجة البي اي إدراكه أعلى وبكون محترف أكثر وبكون مثلا شغله دقيق أكثر، فهاي من الأمور اللي بتساعده إنه يكون منتج أكثر. الآن النقطة اللي حكيت لكم عنها في بداية المحاضرة، أهم شيء طبعاً اللي إحنا كنا دائماً بنركز عليه أخوان موضوع الرواتب. شوف معاي، إحنا حناخذهم نقطة نقطة. أول شيء اللي هو الـ EIT، الـ EIT هو الـ Engineer in Training، يعني المهندس المتدرب. هذا المهندس اللي ما عنده درجة الـ FE، اللي لسه ما اعتمد، يعتبر مهندس تحت التدريب. إحنا ما بدنا نظلم المهندس ونقول إنه هو تكنيشن، لا هو مش تكنيشن، يعني هو أعلى من التكنيشن، لكنه مهندس تحت التدريب يعني. مهما كان حيظل مهندس تحت التدريب. في الحالة هاي هذا المهندس ما راح يترقى ولا راح يستلم مناصب ولا راح يكون مثلا في منصب كبير ابدا، هو مهندس تحت التدريب، راتبه لا يتجاوز ال 45 الف دولار في السنة. نيجي بعدين للمهندس اللي هو نوت لايسند، يعني المهندس اللي اخذ الاف اي بس ما اخذ البي اي لسه، يعني هو اوكي اخذ الاعتماد المهني بس لسه مش مرخص كبروفيشنال انجينير. شوف فرق الراتب، يعني فرق شاسع بين مثلا 40 ألف دولار ل 60 ألف دولار، حيزيد عندك الراتب لحد 60 ألف دولار. بعد هيك المهندسين اللي هم البي اي البروفيشنال انجينيرز راح يصل لحد 70 ألف دولار تقريبا او 80 ألف دولار تقريبا، لا 70 ألف دولار. بعد هيك مهندسين البيئه اللي معاهم درجه البي اي، هذا اللي حكيت عنه في البدايه، شوف رواتبهم لوين بتصل يا اخوان. يعني هذول الناس سبحان الله، بعرفش أمريكا إلهم وزنهم الخاص فيهم، إلهم طريقتهم معاييرهم، لكن مهندسين البيئة عندهم اللي معهم درجة البيئي شوف رواتبهم تصل تقريبا لحوالي 80 ألف دولار تقريبا أو 85 ألف دولار. بعد هيك بيجي المهندسين اللي بيشتغلوا في موضوع البحث الجنائي، تطوير أجهزة البحث الجنائي، الأجهزة اللي تعمل تحاليل الدي أن إيه، الأجهزة اللي تكشف مثلا اللي هي البصمات، طبعا هاي كلها بصممها مهندسين يعني بالنهاية، صحيح إنها هي أجهزة تستخدم في البحث الجنائي والأمور الجنائية، لكن اللي بيصممها بالنهاية وبيصنعها مهندسين، وهذول هم أعلى رواتب بين المهندسين كلهم، طبعا لازم يكونوا بي إي يعني شرط. تصل رواتبهم ل 100 ألف دولار، طبعا إحنا نتكلم كمتوسط، في منهم بصل 300 ألف دولار مثلا، لكن يستحيل إنه مهندس مثلا يكون معوش الأف إي أو البي إي إنه يوصل للمراحل هاي. طبعا بتكلم على امريكا، احنا عندنا لسه الامور بعدها جديده يا اخوان، يعني لسه ما صار فيها اخذ وعطاء، لسه بعدها زي ما هي، يعني الامور ما صار فيها كثير تفصيل يعني لحد الان. فاحنا بنتكلم على الستاندر، يعني كستاندر امريكي، لانه هم الناس اللي قديمين في الموضوع، هم اخذ الناس في الموضوع، لكن اتوقع انه هذا الكلام كله جاينا، يعني حيصير في التفصيلات هذه. الان حنتكلم عن موضوع اللي هو موضوع قياس، موضوع قياس اللي هو القياس هي طبعا المركز الوطني للتقويم والتعليم العالي، وهذا القياس هو الهيئة السعودية المعنية في عمل الاختبارات، يعني هاي قياس هي اللي بتعمل اختبارات الاعتماد المهني وحتى للثانوية العامة لاختبارات القدرات، اي شيء في اختبارات بيكون لازم من خلال هاي الهيئة. الان قياس هي الجهة اللي حتعمل الاختبارات للمهندسين اللي في السعودية. هلا الان حيتحدث بالتفصيل او الاسئله اللي انسالت في بدايه المحاضره. الان القرار اللي نزل مؤخرا ان المهندسين اللي راح يجوا من برا، المهندسين اللي جايين من برا لاول مره على السعوديه اتوقع، او انه ممكن ما سبق له العمل في السعوديه، جايب فيزه عمل
والمهندس اللي على كفالة والده أو ولي أمره، خلنا نقول على كفالة ولي أمره، كان بالبداية طالب وحصل عمل وبده ينقل على شركة، الآن لازم يخضع لامتحان اسمه الإلجيبيتي إكزام أو امتحان التأهيل المهني. هذا الامتحان يا أخوان كوبي بيست من الامتحان الأف إي تبع أمريكا، هو كوبي بيست. فإذا أنت قدرت تحصل امتحان الأف إي تبع أمريكا أو تبع الـ NCAA، أنت ما في داعي تأخذ امتحان قياس، أنت خلاص أوريدي مؤهل، انتهى الموضوع. لأنه الهيئة السعودية للمهندسين تعتبر من أحد المنصات المتعاقدة مع الـ NCAA. هاي نقطة. النقطة الثانية، الآن يمنع منعاً باتاً أي مهندس تحت 5 سنوات خبرة أنه يدخل السعودية، لازم يكون معاه 5 سنوات خبرة على الأقل، طبعاً مش من تاريخ التخرج 5 سنوات، لا 5 سنوات خبرة موثقة في مجال عمله. يعني واحد مثلاً تخرج له 10 سنين وخمس سنين قاعدهم في البيت فلا تعتبر خبرة، لازم يجيب شهادات مصدقة أنه أخذ خبرة 5 سنوات في مجال معين، وبده يخضع لامتحان الإليجيبيليتي إكزام يا أخوان. أنا الحمد لله يعني قدرت أتحصل على نسخة من الريفرنس مانيوال تبع القياس، طبعا هو تقريبا بشكل كبير جدا مشابه للهاند بوك تبع NCAA، وطبعا هو أصغر شوي. لاحظوا معي أخوان تحت تاريخ الشغلة هاي كان من مارس 2014، يعني موضوع اعتماد المهني في السعودية تحت الدراسة من 7 سنوات وقر مؤخرا، فالموضوع مش جديد يا أخوان، الموضوع قديم لكن على ما ترتب وأقر في 2014، فالموضوع قديم جدا. الموضوع يعني أتوقع أنه ما أقر إلا بعد دراسة مستفيضة، وما أتوقع أنه يكون في تراجع عنه، يعني الموضوع أقر وانتهى الموضوع، لكن متى حيتطبق أنا ما عندي علم. والله في نقطة صح قبل ما أكمل، المهندسين اللي زي حكايتنا اللي أوريدي شغالين واللي أوريدي عندهم إقامات، هل حيخضعوا الامتحان ولا لا؟ هذا الكلام محل جدل لسه، خاصة أنه الهيئة السعودية للمهندسين الآن انتقلت من إدارة وزارة العمل لإدارة وزارة الشؤون البلدية والقروية. وزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر تشدداً من وزارة العمل في موضوع الاعتماد المهني، هم أكثر تشدداً وأكثر يعني التزاماً بمعايير ومواصفات أكثر وأعقد. فهل حيختبرونا إحنا القدامى ولا لا؟ أنا ما عندي علم. أنا من تقريباً من 3 سنوات بحكي للجميع أنه حاولوا تأخذ الدرجات المهنية، لأنها كانت بالأول مجرد مقابلة، مجرد سنوات خبرة بتأخذ الدرجة المحترف مباشرة، وما في داعي تخضع لامتحان الأف إي. هذا في الهيئة السعودية للمهندسين ونقابة المهندسين الأردنيين. الآن إيش اللي بده يصير؟ والله لحد الآن ما في شيء واضح، لكن احتياطاً إحنا حبينا نحطكم على يعني على بينة ونحطكم في الصورة يا أخوان. بس تفتح الهاند بوك طبعاً أو الريفرنس حتلاقي الأمور هاي اللي هي الأيم أوف ذا مانيوال أوفر فيو، تقريباً نفس طريقة NCAA، يعني هو مشتق منه يعني. وطبعا الامتحان تو شاسنز، يعني حتكون الشاسن الاولى اللي هي الصباحيه والسيشن الثانيه حتكون المسائيه، حتعمل مثلا مورنينج سيشن والايفنينج سيشن او الافترنون سيشن نفس الطريقه. السيشن الاولى حتكون جنرال انجينيرينج والثاني حتكون مثلا اللي هي السبيشاليزيشن تبعك او المين كور تبعك، ايش انت كهرباء ميكانيك، نفس النظام ولا بيفرق اي شيء يا اخوان. طبعا اللي قدرت تحصل عليه تبع الهندسه الكهربائيه، هذا تبع الهندسه الكهربائيه. هذا بشكل عام يعني نفس الكلام المكتوب في هذاك المانيوال حتحصله موجود في هذا المانيوال تبع قياس. هاي نسخة من الاختبارات، لقيت لكم بعض الأسئلة يا إخوان زي ما أنتم شايفين، أنا حبيت أحطكم في الصورة هون. الأسئلة الموجودة في الريفرنس مانيوال تبع قياس كوبي بيست من تبع NCAA، أبدا كوبي بيست، يعني هذا الاختبار موجود، عفوا هذا السؤال موجود بحذافيره هناك، فهو مكرر هون يا إخوان. يعني هذا مثلا سؤال في البرمجة برضو موجود في الريفرنس مانيوال، سؤال مثلا في المتتاليات، سؤال في قوانين نيوتن. لو شفتوا الأسئلة حطيتها في الكويزات في البداية حتلاقوها هي هون موجودة هون. طبعا احنا حطينا هاي الأسئلة بس عشان الجميع يطلع عليها، هاي موجودة في الريفرنس مانيوال تبعهم يا اخوان. هيها سؤال البندول مثلا، أسئلة في الكيمياء، أسئلة في المقاومة، مقاومات اللي هي يعني السيركتس او الفيزياء، خلينا نحكي مقاومات التوالي والتوازي. الآن نيجي نتكلم عن فئات الاعتماد المهني في الهيئة السعودية للمهندسين. طبعاً الهيئة السعودية للمهندسين عندها 4 درجات اعتماد مهني. درجة مهندس اللي هي الدرجة العادية يا أخوان،
اللي هي اللي تقريبا اغلبنا صارت شغله رئيسيه والجميع يسجل فيها. يعني هاي تقريبا اتوقع فيش مهندس في السعوديه اللي يكون لازم يكون مسجل في الهيئه السعوديه بدرجه مهندس. بيجي بعديها مهندس مشارك. طبعا لقبل موضوع الاعتماد المهني كنت اذا انت متحصل على 4 سنوات خبره مصدقة حسب الأصول من الغرفة التجارية أو من سفارة السعودية في بلدك أو من وزارة الخارجية تأخذ درجة مهندس مشارك. قد يستدعوك للمقابلة الشخصية خاصة المدني. أخوان المدني أكثر ناس بيستدعوهم للمقابلات، يعني المدني والمعماري بالذات عليهم تركيز، معروف ليش. طبعا المدني معروف ليش. بيجي بعدها درجة المهندس المحترف من 9 إلى 10 سنوات خبرة، وتكون مثلا عندك دورات معينة، يعني مثلا يكون عندك دورات تدريبية معينة مثلا كلها بترفع نقاطك، هي حتكون مجموعة نقاط. أنا هذا طبعا الكلام كله قبل موضوع الامتحانات زي البي والأفي، هذا الكلام القديم، هذا الكلام اللي من 2014 وراء ولازال معمول فيه حاليا، يعني لحد الآن لحد ما يقروا الامتحانات. هذا الكلام معمول فيه لحد ما يقروا الامتحانات. أنت درجة المحترف بيكون معك من 9 إلى 10 سنوات خبرة مصدقة من الغرفة التجارية أو من السفارة أو حسب الأصول يعني، وبتقدمها مع الدورات التدريبية اللي انت سويتها تاخذ درجة محترف. مهندس مستشار طبعا كانت 16 سنة خبرة تقريبا مصدقة حسب الأصول، الآن طبعا شو اسمه أصبحت 19 سنة تقريبا، يعني صارت 19 سنة خبرة. فئات الاعتماد المهني في الهيئة السعودية للمهندسين اللي هي درجة المهندس، درجة الأخصائي. الأخصائي بدخل تحت بندها اللي هو المهندس المحترف والمهندس المستشار، والفنيين اللي هي مثلا الاخوان اللي معاهم درجه الدبلوم او مثلا معاه شهاده هندسيه اقل من بكالوريوس بيدخل تحت فئه الفني. الان كيف انت تسجل في الاعتماد المهني او تسجل في الامتحانات في الهيئه السعوديه للمهندسين؟ طبعا هذا الموجود الكلام في الخدمات الالكترونيه يا اخوان، اختبارات الممارسه اللي هي البي اي والبي اي والبي اس، السيرفي والبروفيشنال انجينيرينج، وعندك اختبارات اساسيات الهندسه اللي هي الفاندمنتال سيرفينج والفاندمنتال انجينيرينج. وطبعا الان لا زال متاح طلب التصنيف المهني، يعني اذا انت عندك 10 سنوات خبره، 19 سنه خبره، 4 سنوات ممكن تتقدم للدرجات هاي بدون اختبار، اللي هي المشارك المحترف الاستشاري. هل اذا اقر الاختبار الناس اللي تحصلوا على الدرجات هاي قبل الاختبار هل حيخضعوهم للاختبار ولا لا؟ انا ما عندي علم للان ولا طلع فيها قرار، لكن من وجهة نظري اللي معاه درجة محترف ممكن انه يتجاوز هاي الموضوع. يعني اللي بيقدر الان يا اخوان يعمل اعتماد مهني قبل موضوع الاختبارات يعجل فيه. هاي القائمة تبعت هذا الطلب اللي انا كنت مسويه في 2017 لدرجة محترف يا اخوان، بنحط لك رقم طلب، تاريخ الطلب، تدفع الرسوم، وتم إنجاز الطلب بعد ما استدعوني طبعا للمقابلة وشافوا الدورات اللي عندي وشافوا السي في وشافوا شهادات الخبرة الموثقة طبعا كلها من الغرفة التجارية ومن الشركات اللي اشتغلت فيها، تكون 9 سنوات أو 10 سنوات، وبيعطوك الدرجة وتنزل لك شهادة. هذا يا إخوان اللي هو طلب مهندس محترف أو الحصول على مرتبة مهنية في الأردن، طبعا لأنه في معنا هون إخوان من الأردن ومن غير الأردن، فإحنا حبينا نحط يعني الجميع في الصورة. هذا في الأردن، هذا طبعا الطلب حوالي 5 أو 6 صفحات، إحنا عطينا بشكل عام الصفحة الأولى، يعني بتعبي وبترسله، وبترسل معاه جميع الشهادات الخبرة، وبترسل معاه جميع الدورات التدريبية. طبعا مهم جدا يكون عندك دورات تدريبية بشكل كافي لأنها كلها حترفع نقاطك. طبعا إذا أنت أخذت درجة محترف في السعودية مثلا وارسلت شهادة محترف على الأردن، هذه بترفع نقاطك، ترى بتساعدك جدا أنك تأخذ درجة محترف في الأردن. وإذا أنت صرت محترف في الأردن قدمت على الهيئة السعودية للمهندسين تأخذ درجة محترف برضو بتساعدك تماما. لكن أنت لو أخذت مثلا درجة محترف من NCEES أنت محترف في العالم كله، هنا الفرق يا أخوة. هاي بشكل عام انت بس حطيت، حبيت اوريكم بس صور الشهادات. هاي درجه الاف اي في امريكا، NCEES. هاي مثلا تطلع لك هون انه انت باص، طبعا ما في علامه للاختبار ولا في اي شيء، يعني بس اللهم باص بيطلع لك كلمه باص، جبت 100 من 100 ولا جبت 70 انت باص بس. يعني طبعا هاي صادره من امريكا، من كارولانيا، نورث كارولانيا، وعندك ايش محطوط فيها، محطوط الاي دي تبعك مثلا، الاسم واسم الجامعة اللي انت تخرجت منها.
هذا الشخص الآن محطوط فيه مثلاً درس من شهر أغسطس 2011 لشهر ماي 2015، وهذا الآن مهندس معتمد يا أخوان في الكيميكال إنجيني، يعني هذا الشخص بيقدر يتوظف كمهندس، أخذ اللايسنس إنه يصير مهندس، فبالتالي يقبل تسجيله في نقابتهم. حبيت بس أحط لكم صورة شهادة المحترف في السعودية، هاي الشهادة حصلت عليها قبل 4 سنوات تقريباً، بتكون بالشكل هذا يا أخوان. هاي مثلاً بيسموها الهندسة التقنية هون في السعودية طبعاً، هاي شكل الشهادة بشكل عام هيك بتكون شكلها، وهاي الشهادة في الأردن، هاي درجة المحترف في الأردن طبعاً. طبعاً بتخضع لأحياناً لمقابلة شخصية، اختبار، يعني حسب ما ترتئي. أصعب ناس تتحصل على الدرجات هاي هم المدنية زي ما ذكرت سابقاً، فبيكون شكلها هيك بالشكل هذا درجة المحترف، وحسب ما ترتئي النقابة. يعني النقابة ممكن مثلاً تعطيك درجة محترف مثلاً في الكهرباء، تعطيك إياها في الإلكترونيات حسب ما بشوفوا خبرتك وين. فأنا في الأردن معتمديني مثلاً في الإلكترونيات القوة لأني بشتغل في المولدات، بينما في السعودية معتبريني مثلاً في الهندسة الإلكترونية والحاسب الآلي وتخصص الرئيسي. الآن يا أخوان زي ما حكينا موضوع الاعتماد في الهيئة السعودية للمهندسين، الفنيين الإخوان الفنيين بتقدم طلب عن طريق الموقع، بتسدد رسوم الطلب، بتم تدقيق الطلب، بعدين بتسدد رسوم العضوية، بتستنى شهر أو أسبوعين حتى يتم التحقق من شهادتك العلمية ويتم تقييم طلبك، بعدين بيعطوك العضوية. في عضوية الطلاب، بس أنت بتقدم الطلب بتم تدقيقه بيعطوك عضوية طالب. الآن حقول عن الإخوان السعوديين، بتقدم الطلب مثلاً، بتسدد رسوم الطلب، بتدقق الطلب، وبتم تسديد رسوم الطلب والتحقق من الشهادة العلمية، وبتم تقييم الطلب ويعطوك العضوية. الآن بدي أحكي عن أهم نقطتين اللي هو عضوية الوافدين المقيمين يا أخوان. الوافدين المقيمين المقصود فيهم الشباب اللي تخرجوا جديد ومعاهم إقامات وخبرتهم أقل من 5 سنوات، أو خريج جديد وعكفالة والده، أو مثلا اشتغل سنة أو سنتين ولازم ينقل كفالة، الآن تعدى سنه 20 سنة أو 21 سنة بده ينقل كفالة. الآن لاحظ هون في اختبار هم حاطين لك إياه مانديتوري هاي ومعلمينه بالأحمر يا أخوان، اختبار التقييم المهني الجيبيليتي إكزام. الآن لو أنت ماخذ مثلا درجة الأف إي من أمريكا أو الـ NCAA، هذا بيلتغي الاختبار تماما، خلص أنت صرت معتمد، انتهى موضوعك. هذا الكلام حاليا أقر، الناس اللي بتنقل كفالة خريجين أقر الكلام هذا، متى حيتطبق أتوقع أنه قريبا جدا. يعني الآن عضوية الوافدين من الخارج، المهندسين الوافدين من برا نفس الطريقة، لكن زيد عليها أنه بده يكون معاه 5 سنوات خبرة معتمدة. يعني الشباب اللي معهم إقامات من الأساس وإقامتهم طالب بدون قل كفالة ما عنده مشكلة، الناس اللي جاي من برا بده يخضع لامتحان تأهيل ويكون معاه 5 سنوات خبرة. هنا هذا طبعا الاستراكشر هذا الجديد يا اخوان، طبعا هذا موجود على موقعهم الرسمي من 2014 تقريبا، لكن حسب الاخبار اللي وصلتنا مؤخرا انه هذا كله حيصير واقع، يعني مش بس انه دراس، لا حيصير واقع. بالنسبة للشباب اللي اوريدي عندهم عضويات، هذول لحد الان ما انبت في موضوعهم، يعني ممكن يخضعون الاختبار ممكن لا، الله اعلم، لكن الموضوع قيد الدراسة. يعني يا أخوان الشباب اللي أوريدي مقيمين وعندهم عضويات وكذا ممكن يخضعوا الاختبار، الله أعلم. في نهاية المحاضرة يا أخوان حبيت أحط لكم بعض المواقع أو بعض اللينكات فيها مراجع وفيها كذا، وفيها مثلا الأمور المهمة بالنسبة للاختبارات هاي، كيف تنزل الهاند بوك، كله موجود حنشيرها معاكم بإذن الله. مهم جدا يا اخوان، يعني موضوع الاعتماد المهني بالذات انا بركز على اخوان الخريجين الجدد، لازم يسعوا في الموضوع هذا. يعني انت لما تكون معتمد مهنيا يا اخي بتقدر تحصل فرصه عمل في امريكا، ممكن تحصل فرصه عمل في اليابان، فاحنا للاسف ما حد كان يوعينا. الان الشباب الخريجين الجدد امامهم فرصه جيده، انه في على الاقل ناس بتقول لك ايش تعمل. فأرجو أنه هاي المحاضرة يا إخوان أو هذا اللي حكينا اليوم كله يؤخذ بعين الاعتبار، أنه الناس تحاول قدر الإمكان، حتى أنت كمهندس قديم أو مهندس مثلا عندك 20 سنة خبرة، ليش ما تأخذ اعتماد مهني؟ خذ درجة المحترف بما أنها الآن بدون امتحان، ليش ما تأخذها؟ ليش ما تقدم عليها؟
انت معتمد مهني، بكره ممكن تضطرك الظروف تطلع تسافر برا، انت في الحاله هاي عندك شيء يحميك، خاصه الان. الان يا اخوان صارت الرواتب سيئه جدا والطلب كثير، يعني ممكن الان يجيك بروجكت مانجر يقول لك تعال اشتغل مثلا ب 500 دينار 600 دينار ب 2000 ريال عادي، يعني ممكن تلاقي ناس هيك. فالدرجات المهنيه هاي الان سوق العمل اكتظ يا اخوان، المهندسين صاروا كثار، التخصصات صارت كثيره، هذا اللي بيميزك كمهندس، التطوير المستمر. انا لازم اخذ الهندسي مش كصنعه بس تجيب لي فلوس، لازم اخذها كهوايه كايش اطور في حالي يا اخوان. احنا عشان هيك قصدنا اليوم نعمل المحاضره هاي، واسف جدا على الاطاله طبعا، انا صدعتكم انا متاكد. يعطيكم الف عافيه يا اخوان، المايك معك اخوي ابو ليث. الله يعطيك العافيه ابو عارف مهندس يزن، الله يعطيك العافيه، الله يجزيك الخير. طيب شباب، انا ارسلت فورم شهادات الحضور عده مرات على الشات، بس لو تعبوا لنا يلا يعطيكم العافيه تمام، لانه راح نرسله فقط بالشات تبع الزوم. طيب بالنسبه للاسئله الان معاكم الوقت مفتوح للاسئله، فكان في شادي عنده سؤال اذا برفع ايده، بس ارفع ايدك احمد مطر. طيب انا بعطيك المايك. طيب يلا تفضل احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا يعطيك العافيه باشمهندس يزن، وبارك الله فيك على الجهد والبرزنتيشن اللي يعني في معلومات قيمه عن جد وافادتنا ومعاتنا. الله يطول عمرك اخوي احمد، من طيب اصلك يا اخوي. الله يبارك فيك. انا سؤالي بسيط ومختصر. هلا بالنسبه للاف اي، طبعا سؤالي يا ريت حتى تجاوب، يعني تحاول تجاوب لي من ناحيه الان سي دبل اي اس ومن ناحيه طيب. القياس او الهيئه يعني. هلا بالنسبه للاف اي اللي تخصصه مش من التخصصات السته او الخمسه اللي حطيتها، كيف يعرف هو تابع لمين؟ هلا الان سي دبل اس عندهم في موقعهم في فورم بتعبيه اخوي احمد، بترسلهم اياه مع شهاداتك الثبوتيه. انت في البدايه لازم تعمل اكاونت عندهم تاخذ اي دي، بعد هيك بتدخل على الاكاونت تبعك بتحط شهاداتك وبتسجل في الامتحان اللي هو بتطابق مع شهادتك. يعني مثلا انت بتدخل تحت بند الجنرال بشكل عام، اذا تخصصك مش موجود في الخمس او ست تخصصات اللي ذكرناهم في البدايه انت بتخش تحت بند الجنرال. طبعا هم بيراجعوا شهاداتك وهم بينصحوك ايش تقدم، يعني مش معقول مثلا كيميكال اروح اقدم مدني، ما بصير. وهو بيعتمد حسب، هم بيراجعوا شهادتك وبيعطوك ايش الريكومنديشن اللي تقدم عليه. لازم تعمل اكاونت عندهم في البدايه. يعني 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 هو يعني هو ممكن، انت قلت حضرتك انه مثلا في تخصصات تابعة على الكهرباء فمش حتكون في الجنرال، لكن مش معروف ايش هي، بدنا نعرف يعني مثلا ايش اللي تابع الكهرباء او ايش. بالنسبه لاي تخصص له علاقه بالهندسه الكهربائيه حيقدم تحت الكهرباء، لكن مثلا واحد تخصص نووي او مثلا هندسه، خلينا نقول هندسه تعدين، هذا بيبعث لهم شهادته، بيراجعوا شهادته، بيراجعوا خطه المواد اللي درسها، بعد هيك بيعطوه ريكومنديشن تحت اي بند يقدم. اذا ما تطابق مع السبع بنود الموجوده عندهم بينصحوك انك تقدم في موضوع الجنود. لكن انت ككهرباء اذا عندك الكتريكال اند كمبيوتر، شو ما كان لك علاقه في الكهرباء تحت الكهرباء والكمبيوتر راح تقدم. ما هو عشان هيك هو الواحد بده يعرف، مش متاكد. يعني مثلا عشان نعطي مثال، وانا هذا التخصص اللي بسال عنه، مثلا هندسه انظمه التحكم الكنترول يعني والانسترومنتيشن انجينيرنج سيستمز انجينيرنج، هذا كهرباء. كهرباء على طول. اها طيب بالنسبه للهيئه كيف يعني كيف برضه بعرف هم ايش تصنيفهم او اي اختبار حاخذ؟ ما ينطبق على الان سي دبل اي اس، ينطبق على الهيئه السعوديه للمهندسين، لانهم هم بارتنر شيب معاهم، هم تابعين لهم. يعني الهيئه السعوديه منصه معتمده تحت الان سي دبل اي اس، فما ينطبق على الان سي دبل اي اس، ينطبق على الهيئه السعوديه للمهندسين. اها بارك الله فيك، يعطيك العافيه. الله يسلمك. تسلم تسلم، يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب تيما تفضلي. تيما لحظة. طيب خلي لما تجهز. الأخ أنس. أنس السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. الله يعطيك العافية أبو عارف
شكرا لك على المعلومات اللي اعطتني اياها، يعني فعلا مفيد. طول عمرك، تسلم يا اخي، تسلم. ابو عارف، انا عندي بس كم من استفسار بالنسبه للتقديم على الامتحان. نعم. هل لازم يكون عن طريق الهيئات الهندسيه المعتمده؟ يعني مثلا هون بالسعوديه لازم اقدم عن طريق هيئه المهندسين السعوديين، ولا لا بقدر افوت على الويب سايت واقدم دايركت؟ شوف، انت سواء دخلت من الهيئه السعوديه للمهندسين او عن طريق الان سي دبليو اس هتلاقي الثنتين مربوطين في بعض، فما في مشكله. يعني انت لو دخلت مثلا على الان سي دبليو اس هتلاقي عندك اللي هي بلاتفورمز، ايش اسمه بلاتفورمز، هتلاقي نقابه المهندسين الاردنيين، هتلاقي نقابه المهندسين المصريين، هتلاقي نقابه المهندسين الكوريين، حوالي 60 نقابه. هتلاقي من ضمنهم الهيئه السعوديه للمهندسين اللي هي الاس سي اي، فبتقدر تختارهم وبيعطوك هم موعد، بتنسق انت بعدين مع الهيئه السعوديه للمهندسين، او زي ما وريتكم في السلايدات تبعت قياس، ممكن تدخل على الهيئه السعوديه للمهندسين تاخذ اختبارات الافني. نفس الشيء، يعني الطريقين لهم نهايه واحده. اها، والامتحان راح يكون من نفس الهيئه اللي هي الان سي دبليو اس. نعم 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 نعم. طيب حلو، انا عندي بس اكم من سؤال، يعني بدك تحملني. ابشر. عندي سؤال ثاني. انت عارف هسه مثلا في العالم العربي، مثلا الواحد بدرس ميكانيك مثلا بتخصص شغلات لها بالكهرباء، فلو بدي اخذ انا مثلا والله الفاندمنتال انا كاندستريال بدي اخذه مثلا في مجال ميكانيك، بصح لي ولا لازم اظل في مجال اللي انا درست فيه؟ والله شوف، هذا سالته السؤال كثير، هذا بيرجع حسب تقييم الان سي دبليو اس نفسهم. يعني انت مثلا ما بصير مثلا كاندستريال تقدم امتحان كيميكال مثلا، لكن كميكانيك ممكن تتقدم جاستيفيكيشن لهم في فورم بتعبيه، الفورم موجود على الويب سايت تبعهم، بتعبيه تبعت لهم اياه مع شهاداتك. اذا وجدوا انه انت عندك تطابق بين الهندسه الميكانيكيه والهندسه الصناعيه عادي، ما في مشكله. طيب لنفترض انه انا مثلا قدمت هسه صناعي، بعرف حلو. حلو. وفي البي اي مثلا انا اكثر مجال عملي في الكنترول، هل بصح لي اخذ الكنترول ولا لازم اظل في نفس المجال كبي اي؟ هلا هاي انا زي ما قلت لك اخوي انس، هاي بترجع لهم حسب شهادات الخبره اللي بتقدمها وحسب اللي انت يعني اشتغلت فيه. هلا البي اي هو لازم يكون عندك 4 سنوات خبره، فبالتالي الخبره هاي تؤخذ بعين الاعتبار. لكن برضو انا مثلا كمهندس ميكانيك ما بنفع اقدم كهرباء مثلا حتى لو خبرتي كهرباء، شفت علي؟ فهنا بصير فيها اختلافات. هلا في شغلات تقديريه للهيئه نفسها، اذا والله وجدوا انك انت مثلا خبرتك خلينا نقول إشي قريب من الميكانيك، يعني انت هندسه صناعيه مثلا تخصصك هيدروليك، فاعتقد انه ما في مشكله، لكن برضو في النهايه هذا إشي تقديري لهم. اها، واضحه ابو عارف. طيب الكتب هاي ابو عارف بس امازون واي باي، يعني مش ممكن احصلها بجرير؟ والله انا دخت عليها بصراحه، دورت في الاردن ودورت هون بشكل كبير جدا، حتى عشان محاضرة العام الماضي اللي كانت فيس تو فيس، يعني العام عملنا المحاضرة كان في صالة وفي قاعة، ما لقيتها إلا في أمازون والله للأسف. يعني حتى كتب قيمة جدا، أنا ما فتحت الكتب هاي ودرست منها أسلس بكثير وأحسن بكثير من كتب كنا ندرسها بالجامعة، كتب بسيطة وبلغة سهلة ولازم تكون عند كل مهندس للأمانة. خلص تمام، الله يعطيك العافية أبو عارف، وشاكر لك ويعطيك العافية أبو ليك. الله يعافيك، الله يسعدك. طيب الأخ عمر، تفضل عمر. السلام عليكم، يعطيكم العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء بارك الله يعني بجهودكم والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله ربنا يجزيكم الخير يا رب. الله يسلمك، الله يسلمك. أنا مهندس عمر الجعبري، مهندس يعني مدني بالدرجة الأولى، ومهتم حقيقة يعني إنه يكون معاي درجة الـ FE وإن شاء الله في المستقبل الـ PE. سؤالي بالله لو تكرمت، أنا طبعا حاولت من فترة أدخل على موقع الإنسيز وأشوف، يعني بس أحاول أشوف، نزلت الكتاب تبع الـ FE إلى سيفل وإلى آخره. سؤالي بالنسبة ل يعني لما فتت ودخلت، يعني مثلا اللي في أمريكا مثلا في ولايات، مثلا اللي في الميدل إيست مثلا هيك بيعطيني زي خريطة مثلا لأمريكا الولايات، بس مثلا لما أنا بدي أتقدم لامتحان ما شفتش إنه أنا كعمر الآن موجود في الأردن، ما في مجال إلي أقدمه الآن في الأردن، يعني لازم يا أما أتوجه مثلا للسعودية أقدمه في هذا. فهمي وبتمنى تصححني إذا كنت أنا كلامك صحيح،
كلامك صحيح. مضطر أروح على مثلا جامعة الأمريكية في الشارقة، أو مثلا الهيئة السعودية المهندسين، أو في جامعة في قطر لا أذكر اسمها، A&M's أعتقد اسمها في قطر مثلا. فالآن يعني في توجه للنقابة، يعني راح يكون في يعني عقبة نوعا ما أني أنا أقدم امتحان في مكان ثاني. هل في رؤية مثلا في النقابة أنه يكون مثلا بالأردن أو إشي زي هيك حد علمك؟ والله وشو في خيارات أمامي أنا كمهندس الآن موجود في الأردن أني أنا أتقدم للإفي؟ أنا أوريدي يعني بلش أقرأ حقيقة، بس لكن لسه في البدايات، بركز شوية على مواضيع الـ PMP والـ RMP والـ SP وأشياء زي هيك يعني حاليا، بس الآن حاط في بالي أنه إن شاء الله إذا ربنا سهل من هون لشهر 11 إذا ممكن أقدم الـ FE مبدئيا. شو في أمامي خيارات الآن للتقديم وأماكن الامتحان يعني هذا اللي في بالي حقيقة يعني. والله يعطيكم العافية. أكون معك صريح أكبر، الله يبارك فيك. الآن لحد الآن يعني الأردن أو نقابة المهندسين الأردن لا تعتبر بلاتفورم رسمي للـ NCWS لحد الآن يعني. لكن أتوقع حسب نقاشات صارت سابقاً، حسب اهتمام النقابة في الموضوع، أنها تأخذ الموضوع هذا، خاصة أنه الآن هذا الامتحان صار ينطلب في أغلب دول العالم. يعني الآن أنا على أساس أني أطلع أشتغل في أمريكا أو في أوروبا لازم يكون عندي درجة اعتماد مهني، حتى لو جاء على الخليج أنت متخيل يعني صاروا يطلبوا اعتماد مهني. للأمانة أنا بيعجبني إخواننا المصريين شغالين على الموضوع هذا من زمان، ومن أقدم النقابات اللي دخلت في الموضوع. فأتوقع أنه أكيد حيكون في توجه للنقابة أنها تعمل الموضوع، خاصة أنه الآن أنا وريتك في السلايدات في درجة اعتماد مهني في الأردن، في محترف وفي مشارك وفي فأكيد مستقبل راح تدخل. لكن أنه مثلا أنت بتقدم الاختبار الآن، يعني للأسف أنه أنت لازم تقدم خارج الأردن. في الأردن لحد الآن ما في مركز معتمد لتقديم هذا الاختبار. أنا بحثت بصراحة ما وجدت أنه للآن الأردن اعتمدوها منصة في الامتحان هذا. فأنت بما أنك في السعودية حتقدر تقدم من خلال الهيئة السعودية للمهندسين حاليا. يعني سؤالي يعني نعم ولا عفوا على المقاطعة الآن، إذا أنا مثلا أنا ممكن يعني بفيزة زيارة أو فيزة يعني عمل بحكم عملي، نعم. أنا ممكن أتوجه للسعودية بغض النظر عن يعني إجراءات يعني في مجال ما في مشكلة. سؤالي الآن أنا إذا أنا بدي أوصل للسعودية بدي أقدمها مثلا في مراكز أو الهيئة السعودية للمهندسين، هل بالضرورة أكون، هل بيشترطوا علي أني أكون أنا مثلا عندي إقامة أو كذا والإشي، ولا أي واحد من أي مكان خارج السعودية ممكن يجي على السعودية ويقدم امتحان في السعودية بغض النظر عن مكان عمله خارج السعودية؟ والله شوف أخوي عمر، هاي بترجع لقوانين البلد نفسه. يعني أنا والله ما عندي خلفية، هاي يعني اللي ببت فيها أكثر الهيئة السعودية للمهندسين هل عندهم استثناءات أو لا، والله أنا بصراحة ما عندي خلفية. إحنا ما بنركز على الجانب القانوني قد ما بنركز على الجانب التقني والهندسي. لكن أنا أظن الدكتور عبد الكريم معانا رئيس لجنة الارتباط الله يجزاه الخير ويعطي العافية ما قصر، يعني هو أكبر داعم للأمور هاي وأول من اقترح فكرة المحاضرات هاي. أكيد كان في آخر لقاء مع النقيب مواضيع الاعتماد المهني، فأتوقع سهل جدا أي نقابة تدخل تحت بند الهيئة الأمريكية للامتحانات، خاصة أنهم هم أقدم ناس وأكثر ناس محترفين في الموضوع. فمستقبلا يعني هم شغالين على هذا الكلام ولا انه يعني لسه الامور؟ انا من حسب معرفتي في الدكتور عبد الكريم اكيد موضوع هذا ما فاته، اكيد هو انطرح هذا الكلام في اخر لقاء مع النقيب مواضيع الاعتماد المهني، خاصه انها صارت الان انت عارف يعني اي مهندس اردني بده يطلع على بالذات دول الخليج او الدول المحيطه فينا صار بيطلبوا منه الموضوع هذا، موضوع الاعتماد المهني وموضوع الامتحانات. فاكيد الموضوع انطرح يعني 100% انطرح، أنا متأكد من هالكلام. لكن متى يطبق عنا متى كذا؟ الإخوان المصريين الله يجزاهم الخير عملوه، الإخوان هون في السعودية عملوه، في الكويت عملوه، في الإمارات عملوه. فأتوقع يعني إحنا جايين الدور أكيد 100%. لكن إنه أنت كيف تقدمه أو كذا، أنت الأسهل أتوقع إنك أنت لما تأخذ وموافقة على تقدر تفيز على أمريكا، أتوقع هيك بصير. يعني في كثير شباب طلعوا قدموه في أمريكا ورجعوا زي الأطباء بالضبط، الأطباء بطلعوا بقدموا اختبارات الامتياز وبرجعوا. أخوي واحد منهم طلع قدم في بريطانيا ورجع. فيزة زيارة تعليمية عادي ما في مشكلة، لكن هل مطبق في الدول العربية؟ ما عندي علم. لكن أمريكا توقع بصير بتاخذ فيزة زيارة بتطلع بتقدم عندهم وبترجع. بس كيف ممكن أتأكد من هاي المعلومة؟ يعني بدل ما أضرب مشوار لأمريكا يعني أكيد أسهل لي أقدم في السعودية أو في الإمارات. لا 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 أخوي عمر هلا أنت في الويب سايت عندهم بتلاقي إنه كيف تقدم وبتلاقي الأبليكيشن وبتلاقي كل إشي، وعندك السفارة الأمريكية في الرياض تقدر تتواصل معاهم وتاخذ منهم الاوكي. يعني ما مش انك تطلع وتضرب مشوار،
بعدين الامتحانات هاي هم حاطينها مرتين بالسنة، مش عبطاً يعني، هم حاط اعتباطاً حاطينها إنه يكون في عندك مثلاً طريقة أنك تزبط أمورك كذا. هم عارفين إنه في كثير نقابات مثلاً لسه بعدها ما دخلت تحت الموضوع هذا، فأكيد في تسهيلات. يعني الأطباء اللي بيطلعوا بيعملوا الزمالة البريطانية مجرد بيطلع بيقدم اختبار وبرجع، يعني مش شرط إنه يدرس ببريطانيا، ممكن يحضر الدراسة هون وكل شيء يدرس هون ويطلع يختبر ويرجع. وهو نفس الكلام بنطبق على المهندسين. أنا حكيت في بداية المحاضرة إنه امتحان الاعتماد المهني أقرب بما يشبه الامتياز تبع الطبيب، فما أتوقع يكون في مشكلة. الأمريكان ما عندهم مشكلة في الموضوع هذا، ما أعتقد إنه في مشكلة. بارك الله فيك يا سيدي، والله يعطيك العافية. ما يعطيك العافية. طيب الأخ ضياء افتح المايك تفضل. ضياء. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية مهندس يزن، والله يعني شكرا لوقتك أول شيء، وشكرا للجهد الكبير والله بصراحة اللي حاطه، يعني بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنا سؤالي تجاوب جزء منه كان قبل هيك، اللي هو لأنه تخصصي أنا من التخصصات اللي الجديدة اللي هي الكنترول والإنسترومنتيشن سيستمز إنجينيرينج، فتوقع أنه هاي بالأخير تابع للكهرباء. كهرباء للأسف. فالنقطة هاي أوكي. الآن بالنسبة للاختبار اللي بدك تقدمه، أول شيء أنا عندي سؤال عن الهيئة المهندسين، هيئة السعودية للمهندسين، لأنه أنا للأسف قعدت فترة بشتغل، بس طبعا بالأخير هي التصنيف هاي أجت جديد مش من أيام زمان، فعلشان المهنة اللي عندي أنا في الإقامة للأسف في السعودية ما كانتش هندسية، فما كنتش مسجل فيها من زمان من أول ما تخرجت. فأتوقع أنه الآن عن طريق موقعهم، أنا سجلت فيها بس من سنتين، فالخبرة اللي أنا تقريبا 12 سنة الآن خبرة هندسية، فهل عن طريقهم بعد ما أسجل بقدر أطلب منهم إذا جبت خطاب من الشركة ومصدق من الغرفة التجارية أني أحصل على الدرجة المناسبة بس عن طريق الموقع الهيئة السعودية المهندسين؟ إذا شوف أنا لما قدمت على الدرجات المهنية طلبوا مني شهادات مصدقة حتى لو من الأردن، يعني قبل ما أسجل عندهم أي شهادة خبرة مصدقة حسب الأصول من الغرفة التجارية يعتد فيها، ما في مشكلة حتى لو كانت في إقامتك مش مهندس، ما أتوقع أنه في مشكلة. أنا في عندي 3 سنوات مثلا كانت إقامتي فيهم مثلا مش مهندس عادي قبل ما أنقل كفالة مثلا، أو عندي خبرة في الأردن سنتين اعتبروها ما في أي مشكلة، يعني ما التغت علي، ما راحت علي، لكن تكون الشهادة مصدقة حسب الأصول، وما بتطلعوا على مهنتك قبل هيك، وما بتطلعوا عدد سنوات خبرتك، عدد سنوات الخبرة اللي عندك مطابق للي أنت جايبه مصدقة من الغرفة التجارية، ما أتوقع أنه في مشكلة. لكن برضو بدك تتأكد منهم لأنه هم جهة القرار. يعني أنا لما انطلبت، أنا بتكلم من ناحية تجربة، لما انطلبت مني شهادات الخبرة طلبوا مني فقط لا غير شهادات الخبرة مصدقة حسب الأصول، طلبوا مني اللي هو شهادات التدريب واللي هي طبعا تعرف التريننج وكذا، أو اللي عندك شهادات معتمدة من جهات هندسية بس، ما سألوني عن إقامتك قبل هيك شو كانت أو قديش اشتغلت تحت مسمى، لا هذا الحكي ما انطلب مني بالأمانة، ما سألوني عنه. ممتاز بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني كان الآن على لو بدي أقدم على الاختبار، أنا لو بدي أقدم على الاختبار أقدم برضو عن طريق الموقع الهيئة ما ولا اتواصل مع ال NCWS organization؟ في الحالتين اخوي ضياء راح ترجع على نفس القناه، يعني انت لو قدمت عن طريق ال NCWS حتختار البلاتفورم اللي هو السعوديه، فحيحولوك على الهيئه السعوديه للمهندسين. لو اخترت الطريق معلش المقاطعه، بس الان الاختبار اللي انا حقدمه هو الاليجيبيليتي تيست تبع القياس ولا الاف اي؟ وان هم الاثنين نفس الشيء؟ لا مختلف. الإليجيبيليتي إكزام هذا اللي جاي من برا أو للي بدهم ينقلوا كفالة، هو نفس الفكرة، نفس الفكرة ومشتق من هذاك الاختبار، بس هذا بس معتد فيه في السعودية. يعني أنا مثلا لو نجحت في الإليجيبيليتي إكزام أنا ما حيعتبر مثلا فانديمنتال أو بروفيشنال إنجينير في أمريكا، ما راح يعتد فيه، لكن لو أخذت امتحان الفانديمنتال إنجينيرينج تبع NCWS حتعتبر يعتد فيه هون في السعودية، كل نقابة تتبع للهيئة الأمريكية للمهندسين. يعني الـ FE أعم وبيعتمدك مثلاً، كيف بدأ أوصل لك إياه؟ يعني هذا الامتحان بيغنيك على امتحان ثاني، خلص أنت هيك بالنهاية، حتى لو بدك تيجي هون ومعك شهادة الـ NCWS انتهى موضوعك، ما في داعي تخضع لأي امتحانات، ممكن تخضع بس لمقابلة شخصية،
لكن لو أخذت أنا مثلا امتحان خلينا نقول درجة محترف في الأردن، درجة محترف في الأردن أوكي يعني مهندس محترف، لكن مثلا في أمريكا مش شرط يعترفوا فيها، ممكن يقول لك لا بدك تمتحن، ممكن هون ما يعترفوا فيها يقول لك لا بدك تمتحن. لكن لو أخذت هذا الامتحان من الهيئة الأمريكية للمهندسين انتهى الموضوع خلاص. ممتاز جدا. طبعا هي بالأخير على نفس قناة الهيئة السعودية للمهندسين، لو سجلت هروح مرة ثانية. نعم هروح مرة ثانية. السيرتيفيكت اللي بتجيني هي الاف اي. ايوه بتجيك الاف اي طبعا. اوكي نعم. وحتلاقيها بتعمل اكاونت على الان سي دبليو، يعني هو انت لما تدخل هون على الهيئة السعودية للمهندسين خدمات الكترونية اختبارات الاساسيات الهندسية الاف اي بحولك اوتوماتيكلي على الان سي دبليو اس، وهناك لازم تعمل اكاونت وتاخذ اي دي تحجز موعد للاختبار. اوكي بارك الله فيك وجزاك الله خير وشكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. طيب الاخ مقداد افتح المايك. مقداد السلام عليكم. معكم مقداد حسن. الله يجزيك الخير اخي يزن. شكرا قديم الرائع بصراحة. كان في عندي استفسارين بشكل أساسي. أنا سجلت من كم من يوم في الموقع الأنسي تريبل العفو الأنسي دبل إي إس كويت. هلأ طلبوا الشهادات أنها تكون معتمدة من مش ترسل زي كأنها بسيلد إنفلوب لهم من الجامعة مباشرة. نعم نعم. من خبرتك معهم يعني هل الجامعات الأردنية تتعاون في هذا الموضوع بترسل ولا لازم واحد يروح بنفسه يحصلها وبعدين يرسلها ولا كيف يعني؟ والله رأيي تروح أحسن. أنا هيك رأيي يعني للأسف. بعرفش إذا جامعاتنا أصلاً هل عندها فكرة عن الموضوع هذا ولا لا، يعني ما بعرف هل الجامعات نفسها، أكيد الجامعات إلها اتصال إلها قنوات اتصال، بس اختصاراً للوقت إذا بتقدر ترسل حد مثلاً يطلب الموضوع هذا مثلاً أو أنه يكون حد يروح دايركت أنا بفضل أحسن. ما بعرف المراسلات ممكن تأخذ وقت يشوفوا الإيميل ما يشوفوه فممكن تتأخرك شوي، لكن أنا من وجهة نظري أنه لا ترسل حدا أحسن، ترسل حدا يخاطب الجامعة أو أنت تتصل عليهم أو شيء وتطلب منهم الشهادات هاي، لأنه في النهاية أنت عشان حتى لو اجتزت امتحان الاعتماد تبعهم بالنهاية بطلبوا شهاداتك عشان المطابقة زي ما حكينا في البداية، أنه يشوف إيش تخصصك، هل الامتحان اللي قدمته مطابق لخبرتك مطابق لتخصصك عشان تاخذ الدرجه بشكل كامل. يعني ممكن اكون مش مهندس واقدم اختبار الاف اي وانجح فيه، طب انا مش مهندس في النهايه، ومع عشان هيك بطلبوا الشهادات يتاكدوا انه انت دارس بكالوريوس هندسي او ماجستير هندسي مثلا، وبالتالي يتم مقارنه كشف العلامات بكشف بالمصدقه تبعتك مثلا بالاختبار المناسب لك فبعطوك الدرجه. يعني بعرفه حاليا ما بامكانك تسجل هذه شو اسمه للاختبار قبل ما تكون مرسل الشهادات ومقارنينها يعني. لا بيعطوكم بتقدر تسجل على الاختبار انت، بس بيظل اسمك محجوز لحد ما يتاكدوا انت دارس هندسي ولا لا. بيظل اسمك محجوز عندهم يعني. طيب انت ذكرت كمان نقطه انه بالنسبه للاف اي والبي اي انه حاليا في الوطن العربي مش واضح اذا انه بامكان واحد يقدم البي اي بدون ما يقدم الاف اي ولا لا. هلا في موقع الانسي دبل اي اس هل بالامكان انه الواحد يقدمها يعني حاليا عندنا ولا لازم انه اثبت لهم من البدايه انه انا معي الاف اي بعدين على اساس يسمحوا لي بالتسجيل؟ لازم 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 تقدم الاف اي في الاول بعدين تاخذ البي. هذا النظام الامريكي عندنا احنا الان عادي، يعني ممكن تاخذ درجه البي اي بالخبره تبعتك ما في مشكله. حاليا هذا النظام معمول فيه من زمان، هل حيتغير حيبطلوه؟ لكن النظام الصحيح او النظام المتبع في امريكا انت بتقدم الاف اي في الاول، بتصير اسمك انت مهندس عندك او مهندس مرخص تشتغل، بعد 4 سنوات او اكثر من الخبرة بصير معك درجة البي اي. بس يسمعوا ليك يعني ما بتقدر تاخد درجة البي اي بدون اف اي اساسا، انت ما بتقدر تمارس الهندسة عندهم بدون الاف اي. مش القصد بس على الموقع بامكانك تسجل على امتحان ولا لا؟ هذا هو ويعطوك اياه. ممكن تسجل ويرفضوه بعدين تروح عليك الرسول. لانه حيطلبوا منك هم فورم، حتعبي فورم وترفق معاه، وحيكون لازم يكون لك اي دي عنده، فهم بيقدروا يتحققوا انت عندك الدرجه ولا لا. نعم ماشي استمريك. الله يعطيك العافيه. طيب الاخ علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافيه مهندس يزن والشباب، مشكورين جدا على اللقاء الجميل.
سؤالي بسيط، في كثير في مجموعة من الشباب أتوقع بيشتغلوا في مهنة اللي هو مهندس مبيعات أو مدير تطوير أعمال ومسجل في الهيئة السعودية كمهندس، ممكن يكون مسجل في تخصصات مختلفة، فإيش وضعهم هذول أو إيش تنصحهم؟ والله شوف مهندس علي، أنا لحد الآن زي ما حكيت لك، يعني الناس اللي أوريدي مسجلين وعندهم إقامات أو الناس اللي بتمارس المهنة من زمان بغض النظر عن تخصصهم، لحد الآن ما صار شيء عليهم، يعني ما في قرار نهائي، يعني هو مطروح إنه يكون في اختبار، لكن آلية الاختبار إيش الشغلة بدها تكون تحت أي بند لحد الآن ما وصلنا شيء عنه. لكن أكون معك صريح، شغلك أو الإشي اللي بتشتغله ما له علاقة بالأف إي ولا بالبي إي، يعني مثلا هاي مجرد اختبارات بمعادلات، اختبارات يعني هي خلينا نقول اختبارات علمية، الأف إي اختبار علمي بحت، يعني هو اختبار علمي بحت بناقش مثلا اللي درسته في الجامعة من سنة أولى سنة خامسة، ما له علاقة بشغلك أو مجال شغلك أو حتى كنت بتشتغل في غير الهندسة ما له علاقة. البي إي لا شوي يعني بدخل في موضوع الخبرة، أنهم بطلبوا منك شهادات خبرة معينة، فبيصير في مقارنة بين مجال شغلك وبين شهادتك، ممكن انهم اصلا انت طريقة تقديمك للبيئة ممكن ترفض، يقولك والله يا عمي انت مثلا شهادتك ميكانيك وشغال لباور مثلا، لا انا ما بعتبرك مهندس بيئة في الحالة هاي، فكثير طلبات بترفض، ممكن يرفض الطلب. لكن الاف اي لا هو اختبار بحت، يعني نفس المواد كنت تقدمها بالجامعة هترجع تقدمها في اختبار الاف اي، ودفعة واحدة، مواد سنة اولى سنة خامسة طبعا. يعطيك العافية أبو عارف. أبو لث معك. معي علي راح صوته أخوي علي. راح. طيب شباب في أي سؤال عندكم؟ في ناس عنده سؤال يرفع إيده بس عشان أفتح المايك. المجال مفتوح أحمد. طيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك، كيف الحال؟ الله يحييك يا هلا، الله يعطيك العافيه على وقتك والمعلومات القيمه اللي اعطيتني اياها. الله يجزيك الخير. بس استفسار، يعني تاكيد اذا كان انا فهمت الموضوع صح ولا لا. هلا في حال تسجلنا في الـ NSEES او في الهيئه السعوديه المهندسين وقدمنا الامتحان هون، الشهاده اللي بتيجي هي شهاده الاف اي من الهيئة الأمريكية للمهندسين، صح؟ مظبوط، كلام سليم. فبتجينا شهادة من هناك، ما بتكون مثلاً شهادة من الهيئة السعودية وغيرها. لا لا لا، هي يعني منصة معتمدة زي كأني قدمت عندهم. بالضبط، هذا امتحان انترناشونال باشمهندس. حلو، تمام. طيب هلا بس عملت الأكاونت وقدمت الأبليكيشن، الشهادات أنا بعملها اتاتشمنت أونلاين ولا لازم أبعثهم يعني؟ لا لازم جامعتك تبعثها زي ما حكى البشمهندس قبل شوي، تكون في ظرف سيلد وتكون زي ما بقولها سيكرت، يعني تسألهم مغلف مسكر وتكون مصدقة حسب الأصول من الجامعة دايركت. الجامعة نفسها، طب الجامعة نفسها إذا واحد راح لهم وطلب منهم إنه يرسلوا المغلف برسلوه بالعادة يعني، ولا كيف طريقة التواصل؟ شوفوا على الشباب اللي قدموا ماجستير قبل فترة والشباب اللي قدموا مثلاً على جامعات برا، ما في مشكلة، جامعات ترسل عادي، ما في مشكلة. حتى أنت هون الهيئة السعودية للمهندسين لما أنت قدمت الطلب براسلوا الجامعة، ترى عادي بياخذوا منهم معلومات يعني كثير. كيف بتشوفوا الشهادة مزورة ولا لا؟ في مراسلة بين الهيئات النقابية وبين الجامعات، ما في مشكلة عادي، ما في شيء. بس طبعا هذا حكي كله بفلوس، يعني ما اكيد حياخذوا منك رسوم من الجامعه، اكيد 100% اكيد. نعم. طيب تمام، اوكي، الله يعطيك العافيه، ما قصرت. الله يبارك فيك. تسلم. الله يسلمك. ابو ليث، هلا 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 ابو عارف. طيب في كمان في اسئله، في مالك ابو الروم. مالك افتح المايك، افتح له المايك من عندك ابو ليل. فتحت له. السلام عليكم. هلا مالك. السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه.
الله يعافيك اخوي ماني. اللي ساعه بدور على الزر مش لاقيه هذا ولا يهمك بسيطه. مش مشكله، انا في عندي ملاحظه. الحمد لله طلعت انا شهاده المحترف فين في الهيئه وفي النقابه في الاردن. ما شاء الله. هذول الشهادتين خلص بيمشوا عليهم هين. انا بحكي بتكلم عن الوضع هين سواء في السعوديه ولا في الاردن، بظني ماشي عليهم ولا لازم اعمل هذا الامتحان بعدين، او هو بصير متطلب مع الامتحانات يعني متطلب مع الشهاده اذا حبيت تجددها، هل لازم الامتحان تقدمه بعدين؟ بغض النظر انا حاب اقدمه او ماني حاب. شوف اخوي مالك، انا قلتها في البدايه لما دخلنا على موضوع قياس، انه الامتحانات هاي او الدرجات هاي انت معتمد محترف بس في السعوديه، شهاده محترف من السعوديه انت محترف بس في السعوديه، فممكن انت بدك تطلع على امريكا ما يعترفوش بالشهاده هاي، ودرجه محترف في الاردن انت محترف بس في الاردن، لكن هون يعتد فيها انها شيء مساعد فقط لا غير، يعني مش شرط انت محترف في الاردن يعتبروك محترف هون. فهمت علي؟ الان ممكن. الان موضوع امتحانات للناس اللي عندها خبره او عندها شهادات معتمده من الهيئات الهندسيه هون او في اي مكان، اتوقع وهذا اعتقاد شخصي ما مش متاكد منه، انه ما راح يرجع يطالبك في امتحان لانه اوريدي اعتبرك محترف بالنسبه له. فهمت علي؟ لكن انا الان بدي افيز على امريكا، بدي اطلع مثلا اجاني في فيزه هجره، بدي اطلع اشتغل كمهندس محترف، لازم ترجع تقدم الاف اي والبي اي. اكيد لا هذه الامتحان لو بسويها الان بتكون فايده لي مستقبلا، احتياط انها بتكون مستقبلا لو طلعت. طبعا بس حاليا عادي الموضوع، حاليا عادي بالنسبه كداخل الدوله سواء السعوديه او الاردن. حاليا انت في السعوديه او في الاردن تعتبر محترف اوريدي خلص. طيب خلص الحمد لله، الله يعطيك العافيه وما قصرت. الله يسلمك. تسلم الله يعافيك. طيب الله يسعدك. الاخ سامر تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية ومؤجرين إن شاء الله ما قصرتوا. سؤالي بس بالرجوع لموضوع التسجيل في الأنسيز، لو أني بدي أختصر موضوع الشهادات وتراسلهم مع الجامعات، وسجلت عن طريق الهيئة السعودية للمهندسين بحكم أن الهيئة السعودية أوريدي عملت الشغل وتحققت من الشهادات، فأنا بختصر وقت مثلا أو مراسلات بهذه الطريقة ولا لا هي راح أرجع للأنسيز ويتواصلوا مع الجامعات ويعملوا البروسيجر تبعهم؟ اخوي سامر اتوقع ان لا، موضوع الشهادات مطلوب، يعني موضوع الشهادات مطلوب بطلبوه. يعني على الحالتين، سجلت عن طريق موقعهم او سجلت عن طريق الهيئه السعوديه، راح يطلبوه. باعتقادي انه لا، الموضوع الشهادات مطلوب، وهارد كوبيز كمان ما بطلبوا سوفت كوبي، فالشهاده تكون مصدقه وتكون موثقه حسب الاصول وباللغه الانجليزيه، اتوقع انه مطلوب، لانه هو بده يشوف المواد اللي انت درستها. انا مثلا هو كيف بده يعرف انت سجلت في اي تخصص؟ انا رحت مسجل ميكانيك مثلا وانا كهرباء، فهو كيف بده يميز انا شو بدي اختبر؟ اوكي بعطيك الدرجه بيعطيك اياها في النهايه، لكن هو بده يعرف ايش المواد اللي انت درستها. ما حكينا للشباب في الاول ممكن تتحول على ايش اسمه الاذر، انت يعني تخصص اللي هو مالوش يعني او مالوش ملامح، خلينا نحكي شيء مش موجود في التخصصات تبعتهم، حيحولك على ايش اسمه الاذر، وبالتالي لازم يطلب الشهادات هاي عشان يقارنها باللي انت درسته والاختبار المناسب لك. انا اقصد انه يعني حتى موضوع يعني هو ما بيعتمد رأي الهيئة السعودية، لازم هو يشيك بنفسه. لازم هو يشيك بنفسه. لازم يكون في confirmation من جامعتك، لازم. الا اذا كنت خريج امريكا اوريدي، اذا بيكون سجلاتك عندهم طبعا. ايوه طيب نعم. بالنسبة لموضوع هاي بس زي نصيحة يعني منك إذا بتقدر. أبشر حبيبي. الله يسلمك. بالنسبة لموضوع التسجيل، لو الواحد رغب إنه يسجل يحط مثلا الرقم الوطني، ولا يحط مثلا بالآي دي، ولا يحط رقم الإقامة، ولا يحط رقم الجواز مثلا يعني، ولا هم بيحطوا الرقم. لا الـ NCWAS أنت إذا دخلت على موقعهم تعمل أول شيء أكاونت بالإيميل، بتحط معلوماتك الشخصية ورقم التلفون والجنسية، بعد هيك هو بيطلب منك رقم جواز السفر، بيطلب منك بيطلب منك العمر، بيطلب منك الدرجة الهندسية اللي وصلت لها، وبتسجل أكاونت. بعد هيك في تدخل على الداشبورد اللي عندهم، الداشبورد فيه أنواع الامتحانات اللي بدك إياها، بتسجل في الامتحان المناسب إليك، بتعبي الفورم، أتوقع مش عارف كانوا زمان يطلبوه هارد كوبي، أيامنا كانوا يطلبوه هارد كوبي، ما بعرف الآن إذا بزبط سوفت كوبي،
وبترسل لجامعتك انه يبعثوا كل الاوراق في مغلف مسكر، بعد هيك هم بردوا عليك وبيعطوك موعد للامتحان. تمام، وبيعتمدوا رقم الاي دي نمبر، هم بيعتمدوا رقم الجواز مثلا؟ الاي دي نمبر لا، هم بيعطوك اياه، هم بيعتمدوا على رقم جوازك لاثبات الجنسيه بس. بس الاي دي نمبر بكون، عفوا الاي دي كارد نفسه بكون عليها اسم بس ما عليها. اذا بتطلع انت على الاكونت تبعك بتلاقي في الزاويه على اليمين بيعطوك اي دي نمبر، الامتحان بيكون من خلاله، الاعتماد تبعك من خلاله. ايوه، وبيكون الاسم موثق مع الصوره طبعا، بيطلبوا منك صوره شخصيه كمان. ماشي، يعطيك الف عافيه. سؤال اخير، سؤال اخير، احنا بتلاحظ انه في اختلاف بالاسعار بين مثلا دايركت من الموقع او من نقابة المهندسين او من الهيئة السعودية، ايش لا. الفرق ولا من نفس الاشي يعني في اختلاف بالاسعار؟ لا نفس الشيء، اللي هو اتوقع 200 دولار اللي هو NCAA، هاي الفيز تبعتهم، هاي اجباري حتدفعها اذا في امريكا، بس بتدفعها هي فقط لا غير. هون بتزيد عليها 1200 ريال او 1500 ريال اتوقع، اللي هي رسوم استخدام منصة الهيئة السعودية للمهندسين. لو في مصر، مصر لها سعرها، يعني هم ما لهمش علاقة بسعر المنصة أو البلاتفورم. أيوة حسب الدولة اللي انت فيها، في كوريا بيختلف، في اليابان بيختلف، لكن السعر الثابت من 200 ل 220 دولار هذا فلوسهم هم، شو بأخذوا منك المنصة هم ما لهمش علاقة. تمام تمام تمام، الله يحييك، الله يعطيك العافية. شكرا شكرا، يعطيك العافية، يعطيك العافية. الأخ غازي تفضل افتح المايك. يعطيكم العافية، بارك الله فيكم على المحاضرة. بس سؤالين بسيطات يعني ان شاء الله. هلا الواحد لو قدم على الامتحان واخده ونجح فيه الاف اي، هل التصنيف الهندسي بيتغير كمهندس مشارك او محترف او ولا كيف، ولا برضه بضل يعني لازم اقدم عليها انا ولا لحالي اوتوماتيك وانا في السعوديه؟ شوف الان حسب اللي فهمته انا او حسب اللي شفته، الاعتمادات المهنيه هاي بتاثر، يعني الفاندمنتال انجينير انت هيك اول شيء انعفيت من كل الاختبارات اللي عندك، اول شيء يعني خلاص ما حد بيرجع يطلب منك اختبارات ولا اعتماد مهني، سواء طلعت نهائي، بدك تطلع على بلد برا، بدك تطلع على امريكا تشتغل، انت انعفيت من كل الاختبارات، هاي اول شيء. ثاني شيء بالنسبه لموضوع المهندس المشارك والمحترف، هاي لسه لحد الان ما نحط لها اليه اخو غازي، لانه الان لحد اللحظه هي تعتمد على الخبره فقط لا غير. لكن انا من وجهه نظري اذا انت مثلا عندك بي اي من الان سي دبليو اس، انت اوريدي حتعتبر هنا بي اي، يعني باي ديفولت حتعتبر بي اي اكيد 100% يعني. لكن اذا انت اخذت مثلا بي اي من خلينا نقول من نقابه الاردن، لا انت برا مش شرط يعتمدوك بي اي، لانه هاي يعني لوكال. اما انت لما يكون معك شغله زي هيك انترناشونال، لا انت تعتمد في العالم كله. طب هو هو سؤال بسيط أشبه لك إياه، بس قبل ما تسأل السؤال أشبه لك إياه. الآن أنا طبيب وعندي زمالي بريطانية، صح؟ ألمانيا، ألمانيا مثلاً إلها نظام تخصص أو نظام بورد ألماني معين، لكن أنا كطبيب معي بورد بريطاني، لو جيت على ألمانيا انتهى، أنا طبيب معتمد، ما حدا بقول لي وين رايح. فهاي NCAA بالنسبة للمهندسين. تمام. طب هلا هون هو في السعودية التصنيف المهندسين من مهندس أو مهندس مشارك أو محترف، هي بتفرق بس في الرسوم؟ لا، هي الرسوم لأول مرة أتوقع. أنا صار لي محترف تقريباً 4 سنوات، دفعت يمكن في البداية عشان طلب 1000 ريال، وبعدين مراجعة 300 ريال، وتوافق واخدت الدرجة. بعد هيك حالياً بدفع عادي الرسم الطبيعي، ولا زالت يعني طول ما الإقامة ساري بتظل ساري. الأردن تدفع تقريباً 400 دينار أو ثلاثة، والله ماني ذاكر، بس الأردن زمان عملتها يعني برضو 2017، تدفع رسم كنه أظن 300 دينار وتعتمد 3 سنوات، بعد ما تنتهي بتجددها. لكن والله رسوم التجديد لحد الآن ما سويتها، فما مرت علي والله. أيوة. طب أنا كمهندس طبي وخبرتي تقريبا 11 سنة مهندس طبي، مهندس أجهزة طبية، وتابع لشركة الكهرباء حسب التصنيفات في الأردن وهون في السعودية، مهندس إلكتروني أجهزة طبية. أكيد إنه لو بدأ أدخل في الامتحان مهندس حسب الـ NCAA كهرباء. تمام، في تخصص الكهرباء. الفكره انه حاخذ الامتحان، ولو يعني لو ما اخذت الامتحان قبل ما اقدم الامتحان اغير تصنيفي الهندسي بحكم الخبره ال 12 سنه مثلا او ال 11 سنه لحد الان بدون امتحانات في السعوديه هون. ممكن تاخذها عادي اذا عندك شهادات خبره في 12 سنه هذول مصدقه من الغرفه التجاريه، ترفقها وبتخش على الخدمات الإلكترونية بتعمل طلب تصنيف مهني زي ما وريتكم بالسلايدات،
بتحط شهادات الخبره كلها سوفت كوبي وبتحط معها الدورات، يا اما بيستدعوك للمقابله واذا وجدوا انك انت زلمه كفو احيانا ما بطلبوا مقابله، بس في الغالب بطلبوك لمقابله، يعني غالبا مقابله. المقابله طيب. المدني بالذات لازم في وين ما تروح المدني لازم ياخذ أيوه. مقابله. طب سؤال، هل يعني انا مثلا شهادة الخبرة هي بس شهادة اللي انا باخذها من شركتي، ولا في لازم ما. كمان الواحد يعني يرفق مثلا دورات معينة كان اخذها، او انه اذا بتنصحنا مثلا نقدم على دورات؟ فهمت عليك، الدورات بترفع نقاطك، لانه هو الموضوع في النهاية نقاط. يعني انت مثلا قد ما تجمع نقاط ممكن تكون عندك مثلا بالاردن، هون لا هون بيعتمدوا بالذات على الخبرة، لكن في الاردن مثلا ممكن يكون عندك 12 سنة خبرة مثلا، لكن ما حصلت النقاط تبعت الاعتماد، فبالتالي ما بعطوك الدرجة. تمام، شفت علي؟ لأنه هو موضوع نقاط، بتجمع نقاط معينة بتاخذ الدرجة، إذا كنت طيب تحت النقاط هاي بتأجلها، بتتأجل معك. أيوة. طب سؤال أخير بس هيك، من رأيك الشخصي، يعني إنه الهدف من الامتحانات هاي هلأ في الوقت الحالي هسه بس إنه عشان يعرفوا الكواليتي للمهندسين، ولا بس يعني يتأكدوا المصداقية الشهادات، يعني خاصة إنه كان الفترة الماضية بينت شهادات مضروبة، أو إنه مثلا صار في ناس مثلا، إحنا مجالي أنا بتكلم هندسة طبية، بيشتغلوا معنا بتخصصات ثانية، يعني فهمت علي كيف؟ تحسها مستباحة شوي الهندسة الطبية. هل إنه حيصير فيه نوع بعدين تصنيف للمهندسين، إنه والله أنت مهندس ميكانيك ما بتشتغل بالهندسة الطبية، والعكس كذلك، ولا كيف؟ والله شوف، من وجهة نظري إنه طبيعة سوق العمل ما أتوقع إنه النقابات تتدخل فيها، يعني تمنع مثلا حدا إنه يشتغل في موضوع معين أو كذا، ما أعتقد، لا نهائيا. لكن هي الهدف الرئيسي من الامتحانات هاي فعلا الكواليتي تبع المهندس، او هل هو مهندس ولا لا، هل شهادته مضروبه ولا لا، يعني هي طب هو في اصلا مش في اعتبارات ثانيه، لانه بتعرف انه الشهاده مضروبه ولا مش في منظمات، هم اتوقع برضه هيئه السعوديه للمهندسين المشاركين فيها، اتوقع شركه هنديه بتشيك على الشهادات اذا مضروبه ولا مش مضروبه. نعم. يعني نعم. بيقدروا يتبعوا الشهادات ومصدرها ومصداقيتها. شوف اخوي غازي، في ناس شهاداتها صحيحه، مثلا جاي من روسيا خلينا نقول، او يعني بدناش نحكي اسم دول، انت عارف بعض تمام. الدول دراسه فيها مش قويه، يعني خلينا نقول مثلا اوروبا الشرقيه، فبيجيك مهندس مثلا متخرج ومعاه بكالوريوس شهادته صحيحه 100%، لكن بيعرفش الفاز من النتر مثلا، صحيح. هذا كيف حتشغله عندك؟ يعني سؤال صحيح. في النهايه احنا ذكرنا في الاسلايد في شيء اسمه البابليك سيفتي، انا لما يكون عندي مهندس مدني مسؤول عن عمارات لا بعرفش ابجديات الهندسه المدنيه، انا كيف بدي امن عليه هذا ارواح الناس وين بدها تروح؟ بالضبط. هون الهدف الرئيسي من الامتحانات، وطبعا طيب تصفيه سوق العمل، يعني الان انت عارف الزحمه اللي صايره في سوق العمل، بدهم يصفوه بالذات المناصب الكبيره. صحيح. نعم، بارك الله فيكم، الله يجزاكم الخير، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. الاخ عمر تفضل سؤالك. جعبري، السلام عليكم، يعطيكم العافية. معلش أنا أزعجتكم، هاي تاني مرة عم بسأل، بس لأني صراحة مهتم زيادة في الموضوع، فبدي تكون الصورة بس عندي واضحة، لأنه أنا يعني من الأردن وشرحت لكم الوضع كيف. فأنا بالنسبة لي يعني شو بتنصحوني، يعني حتى أتأكد من المعلومة تماما، هل أحكي مع الهيئة السعودية من الأردن هون وأكلمهم إنه في مجال أنا كمهندس من الأردن، بما إنه يعني أجي أقدم الامتحان الرسمي تبع الـFE عندكم في مكاتبكم في السعودية ولا لا؟ هل ممكن يعني ما بعرف النقابة ممكن عندها إجابة عن السؤال بشكل مباشر، ولا أنا بشكل شخصي أكلمهم وأخذ الجواب، إذا يعني في شخص معين في النقابة في الهيئة السعودية معني بهذا الأمر ممكن يجاوبني أتواصل معه أو لا؟ يعني حاب بس شوي يعني إذا في ممكن حدا في النقاب هاي جزئية يخدمنا في الأردن. يعني بدك رأي الشخص أخوي عمر، أنا بعيدا عن النقابة، بدك رأي الشخص في الأول أو أشوف لك القرار الأفضل. أنا من رأيي أنت مسجل على موقع الهيئة الأمريكية صح؟ نعم. طيب ارسلهم إيميل، أو هم ترى في عندهم أوبن شات، يعني 24 ساعة الشات عندهم مفتوح 24 ساعة، بعت لهم إيميل كلهم أنا رجال موجود في الأردن، نقابة المهندسين الأردنيين لا زالت لحد الآن لا تعتبر معاكم بلاتفورم، هل ممكن أخذ فيزا أجي على أمريكا أقدم الاختبارات هاي، أو هل أنت ممكن تراسلوا لي أقرب منصة زي الكويت أو الإمارات أو السعودية؟ اسألهم، أنا بفضل تبدأ في الجماعة المعنيين في الاختبار. أوكي. هذا
ابو ليث الدكتور عبد الكريم. دكتور عبد الكريم هي موجود عندك مداخله بهذا الموضوع ابو محمد؟ اي الله يعطيك العافيه جميعا ان شاء الله. حقيقة يا ابو محمد تسلم. الحقيقه يعني جهد مميز، انا اشكر المهندس فيزن وابو ليث حقيقه، واحنا هذا اللي بحاجته دائما كمهندسين مغتربين، القضايا اللي بتتعلق بالايش بالاكريديتيشن والبروفيشنال زي ما كنت، فمهم جدا هذا الموضوع. انا اتوقع بالنسبه للاردن في شغل على هذا الموضوع، بس ما وصل لازم نقول النهايه، يعني اشراءات وقضايا اداريه داخليه في داخل النقاب، لكن موجود الشغل وانا بعرف ومطلع عليه من حوالي اكثر من 4 سنوات، كانت يعني اجتماعات وحضرنا بعضها، انهم بيشتغلوا على انه ايش يتم اعتمادهم من قبل اللي ما يسمى بسموه الواشنطن اكورد. واشنطن اكورد اللي هو هذا راح يكون هو يجمع كل الدول اللي بتيش تكون فيه بينها اعترافات مشتركه بالشهادات بالذات اللي هي الاف اي والبي اي. السعوديه اسرعت اكثر من الاردن وقربت، يعني تكاد تكون بين زي ما يقولوها اشهر وتحصل على هذه العضويه. هذه العضويه موجوده من الدول العربيه، ولا دوله عربيه لحد الان على علم انها اخذت هذه العضويه، فقط اللي اخذتها او بدها تاخذها يفترض انها السعوديه اول وحده. الاردن بقول انه ما في بطء في الاجراءات او في عمل اداري، لانه في شروط زي اي شغله في لها شروط. الاردن ما حققت هذه الشروط حتى الان، لكن اتوقع انها تعمل عليها، ما ادري ايش البروجريس وين وصلوا فيها، لكن ممكن نسال الشاب اللي من الاردن الافضل لك انك زي ما حكى المهندس ابو عارف انك تتواصل معهم هم ويحددوا لك اقرب مكان اللي هو اسهل بدون فيزا، مثلا مثل الامارات، او بجوز يكون في تركيا، بجوز يكون في بريطانيا، اوكي شيء قريب حتى يتم ايش زي ما نقولوها الاعتماد من داخل الاردن، واللي ما اتوقع انه راح يكون خلال اشهر، بده سنوات ممكن حتى يتم انه الاردن تعتبر از يعني ريكوجنايز بلاتفورم للامتحان، لسه ما صار. اذا بدك تسال شيء محدد بالنسبه للنقابه، اوكي ممكن تبعث لي على الواتساب هوني، او تبعث من خلال الشباب هون على الجروب نفسه على الواتساب تبعث سؤالك بالضبط، احنا ممكن نوجهه مباشره للشخص المعني في النقابه في عمان وهو يجاوب لك عليه مباشره، واحنا يعني بنكون سعيدين انه نحصل على هذه الاجابه بشكل رسمي ونوفرها للزملاء. هذا هو اللي المنطق اللي بتكلم عليه. بالنسبه للتطبيق هون داخل السعوديه، صراحه الكلام الاستاذ يزن كثير موزون، كثير موزون، هم بيشتغلوا قاعدين على هذا الامر في قرار، لكن آلية التنفيذ وكيفية التنفيذ ومتى التنفيذ هذا حقيقة يفترض انهم بيعملوا على آليات، وانا اتصلت وصلت معهم خلال بجوز الشهر الماضي هذا تقريبا في بداية يناير، هم قالوا بشكل رسمي انهم ما عندهم لحد الان آلية وتفاصيل كاملة، ما زالوا بيشتغلوا على الآلية، لكن هم حقيقة عازمين بشكل واضح لا تردد فيه على تطبيق هذه الاختبارات. كيف وبما يعني وبأي آليات وعلى أي فئات وبأي مدة، المهم الزمن. ممكن يعطوا للناس سماحية إنه مثلا 3 سنوات 5 سنوات حسب خبرتك، حسب يعني شروط معينة، بحيث إنك تحصل الاختبارات هذه على مدى زمن معين أو على إيش شروط معينة أو بطريقة معينة، اللي في نهاية الأمر إن هم عازمين إنهم على أعتقد إنه من هون لعشر سنوات لن يبقى مهندس في السعودية مغترب إلا ويحصل على نوع من الأكريديتيشن أو اللي هو نوع من البروفيشنال ديجري مثل البي إي أو على الأقل اللي هو الإف إي اللي كان متطلب للجميع. حتى في الجامعات السعودية الآن يعني وإحنا بنشتغل في الجامعة الآن في شبه متطلب ويكاد يكون يصبح امتحان إلزامي على الطلب الخريجين إنهم لازم بعد ما يتخرج مباشرة يحصل على امتحان غير الإليجيبيليتي اللي هذا على الطلاب اللي خارجين من جاي من برا، لا حيكون الاف اي لطلبة الجامعات متطلب، لكن هم عادة طويلين بال بيشتغلوا على قضية انه اختياري في البداية ثم بيكون اجباري في مرحلة لاحقة على الجميع اللي يعني بيشتغلوا في مهنة الهندسة. هذا اللي اريد ان اقوله في هذا اللقاء. الله يعطيك العافية ابو محمد، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. أعقب على نقطة الدكتور عبد الكريم، على فكرة أنا وصلني كلام شبه أكيد أنه الآن التعيين لأي مهندس في أرامكو سواء سعودي أو غير سعودي لازم يكون مع درجة الأف إي أتليست يعني. صحيح، وأنا كثير من المهندسين في داخل المؤسسات الكبيرة زي أرامكو وسابك وغيرها
مهندسين الأردنيين تواصلوا معي وكانوا يحاولوا بكل طريقة يحصلوا على الشهادات الأردنية، لأن هم تطلبوا منهم في البداية يكون معك نوع من الشهادة SE, PE, أردنية, سعودية, أمريكية. صحيح. أي شيء طلبوا هذا قبل عدة سنوات، لكن ممكن المرحلة لاحقة يشترطوا شغلات محددة للناس خاصة للجدد أو للمشاريع محددة أو يعني ظروف محددة. صحيح صحيح دكتور، صحيح 100% كلام. بارك الله فيكم. طيب الله يسعدك أبو عام. طيب الأخ، نأخذ آخر سؤال عشان الوقت قرب ينتهي. الأخ عماد تفضل سؤالك. عماد قاسم تفضل افتح المايك. السلام عليكم، يعطيك العافية مهندس. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، جودكم مشكورة والله مهندس، ما قصرت والله. الله يحييك مهندس. السؤال الآن بسألك إياه الآن هو الإجراءات اللي واحد إذا كان بدأ الآن بإجراءات الـ FE أو الـ PE whatever الآن عامل الأكاونت سواء بالهيئة السعودية أو عن طريق الآن الـ NCE الآن مهندس، الموضوع هذا بتكون آخر مرحلة يعني واحد يدرس مثلاً 6 شهور وبعدين يعمل الأكاونت أو وهذا الطلب، ولا ممكن يفتح الأكاونت بعدين بيبدأ بهذا الطلب؟ يعني السؤال فهمت عليه مهندس ولا ما فهمت عليه؟ أظن أخوي يعني أي نعم. تفضل حبيبي تفضل. يعني القصد مهندس، القصد يعني هل لازم مثلاً أدرس بعدين أبدأ في فتح الأكاونت، ولا عادي أفتح الأكاونت ونفس الموقع هو اللي راح يلزمني مثلا بالموعد الامتحان مثلا؟ انا اشوف من وجهة نظر الشخصية، يعني انا ما بلزمك فيها، بس انا بشوف الافضل تبدا بالتحضير من الان عشان ما تكون تحت الضغط. مجرد ما حجزت على الموقع ودفعت فلوس واخذت موعد للامتحان او طلبوا منك الاوراق عشان المصادقة، انت حتصير تحت الضغط النفسي. انا من وجهة نظري دائما ابدا في الدراسة. أنا درست الأف إي ترى مدة 7 شهور وبالأخير اعتمدوني بي إي بدون الأف إي، يعني أنت عارف من نقابة المهندسين الأردنيين والهيئة السعودية للمهندسين طلبوني بس لمقابلة شخصية، فما خسرت شيء. لكن أنا بدك نصيحتي ابدأ في موضوع الأف إي أول شيء، زي ما قلت لك الامتحان سهل ممتنع، الامتحان مش صعب ولا سهل، سهل ممتنع وهذا أسوأ أنواع الامتحانات. عامل الزمن فيه مهم جدا، عامل انك تطلع المعلومة الصح في المكان الصح مهم، فانت لازم تكون متدرب بشكل مكثف جدا عشان تقدر تقدم وانت مرتاح نفسيا. انا حكيت لك الجماعة بعين عندهم اطباء نفسيين، يعني الكلام اللي بكتبوه خلاصة سنوات طويلة جدا. وجهة نظري واللي فهمته منهم انك انت تكون مستعد للامتحان بعدين تسجل. بعد ما تسجل في الامتحان تبدأ انت تدرس كأنه انت خلص، يعني خلص انت زي واحد بنى البناية وبحط التشطيبات النهائية. أما تسجل وتبدأ من الصفر أنا ما بأيد الكلام. نعم، يعني مهندس أنت بتفضل إنه إحنا يعني واحد يبدأ الآن في دراسة مثلاً المراجع اللي هي بتخص الأف إي وبعدين يدخل على الهيئة المهندسين ويسجل رسمي عشان لو مثلاً أكدوا له الموعد يكون هو عنده يعني جاهزية للموضوع الفحص. مستعد تماماً. شوف أنا في نقطة في 1990 فجأة هيئة الخدمات الصحية هون في السعودية طلبت امتحان من جميع الأطباء سعوديين وأجانب أو سعوديين ووافدين، طلبوا منهم امتحان، وهيك فجأة كثرت الشكاوى على الأطباء والأغلاط الطبية فطلبوا منهم اختبار في 1990. الأطباء تقريبا فكرة الاختبار مشابهة للاختبار الأفي تقريبا، هو الطب ترى هي الاختبارات هي كلها مشتقة من الامتياز وكذا تبع الطب، فهمت علي؟ الطبيب اللي رسب في الامتحان روحوا بلده، عشان تكون عارف الطبيب اللي ما اجتاز الاختبارات هاي روحوه بلده. فالاختبار انت ممكن يعني ينطلب منك هون فجأة ويكون معك فرصة واحدة بس، فانت لازم تكون مستعد. صح صحيح. اول استعداد انك على الاقل تكون فاهم شو هو الاختبار، فهمت علي؟ لكن انت لو زلمي مثلا بدك الدرجة العلمية هاي وانت مرتاح وفيش عليك ضغوطات، بدك الدرجة هاي مثلا وبدك انت تستعد صح وبدك تاخذها ترفع من المستوى خلينا نقول مستوى النولج تبعك او ترفع مثلا البروفيشناليزم تبعتك، ادرس على مهلك. لكن لو انطلب منك الامتحان فجاه لا سجل وخذه وادرس اوكي، لكن انت وانت مرتاح مش تحت ضغط بتكون ادائك احسن 100 مره. نعم مهندس، بس السر صغير مهندس. الان احنا مهندس لما قدمنا الان شهاداتنا هون لهيئه المهندسين السعوديين، لهيئه السعوديين المهندسين
طلبوا الشهادات، وهم طبعا بطريقتهم زي ما انت حكيت بالقنوات اللي ربط مع الأردن اتأكدوا من الشهادة واعتمدوها، وهنا كمهندس وكتبت على 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 الإقامة مهندس. الآن مهندس الآن لما نقدم على الآن على على نفس الهيئة المتدين كفحص الاف اي نفس الشيء راح ينطلب مني شهادات، بس هاي الآن مرة هذه من الجامعة نفسها بالضبط راح تنطلب يعني لأمريكا مش لهون، راح تنطلب أي نعم يعني راح ينطلب مرة ثانية قصدي مهندس أكيد بالضبط. ما هو طلب الشهادات هو مش تخوين إلك لا سمح الله، هو عشان يشوفوا إيش الامتحان المناسب لتخصصك، إيش نعم. الشهادة اللي جايبها يعني، وفي جامعات مثلا ممكن تكون الجامعة هاي مش موجودة على الورقة، يعني ممكن تكون الشهادة مثلا لا سمح الله مزورة وهنا نعم. ما حدش كشفها، لكن هناك ببين معاهم ده. نعم. من سؤال أخير بس من سؤال أخير الآن بقدر أنا أدخل الآن على موقع ال NESWS وندخل على الموقع هذا وننزل الكتاب من نفس الموقع بدون أكاونت، ولا لازم أفتح أكاونت؟ لازم أخوي تفتح أكاونت ويجي لك موافقة بدون طلب فحص يعني؟ لا عادي تسجل أكاونت عادي وتخش على اللي هي في حاجة بيسموها الماي إن سي دبل إي إس موجودة فوق، بس تسجل وتأخذ الأبروفل وتأخذ آي دي في الريفرنس مانيوالز كلها موجودة للأف إي والبي إي. إذا بدك تشتريها هارد كوبي بفلوس، إذا سوفت كوبي كانت مجانا، الآن ما عندي علم أتوقع صارت الريفرنس بوك صار بفلوس والخطط كلها ببلاش تقدر تنزلها، لكن الريفرنس مانيوال أتوقع الفيرجن 10 بفلوس، قبل هيك كان مجانا. بس احنا راح نرسل الرابط، راح نرسله للجميع، راح نرسله موجود عندنا. بارك الله فيكم مهندس، شكرا جزيلا على جهودكم. الله يسعدك أبو ليث. أخونا شادي زعلان بيقول انا رفعت وتجاهلت طلبي وبده شادي اول واحد ناديت عليه قبل ما يرفع ايده، ممكن كان شفت سؤاله بس ما شفت ايده بسيطه. هو طالب الكتب، شو طالب الكتب؟ طالب الكتب وطالب الخطط. احنا ان شاء الله راح نحط الخطط في رابط لكل الاختبارات، راح نحط المانيوال الهاند بوك، راح نحطه لجميع التخصصات، راح احط انا كتب من الكتب الريفرنس اللي انتم جايبينها، كتب سوفت كوبي يعني بدل ما تشتري ب 140 دولار احط لك اياها مجانا، الهندسه عند المدني وعند الكهرباء، احط لك مواقع للامتحانات، احط لك مواقع لليوتيوب، كل هذا حننزله على الجروب. الاخ اللي ما عنده مش موجود في الجروب يتواصل معي او مع ابو ليث شخصيا يا اخوان، واحنا حاضرين من هون للجمعه كل الماتيريال راح تكون عندكم باذن الله ان شاء الله. الجروب مهندس المقصود فيه اللي هو اللي على الواتساب ولا منسول على الجروب على الواتساب؟ الجروب اللي انت فيه. الله يبارك فيك، بارك الله فيكم، الله يسعدك، حياكم الله. طيب شباب يعني عشان خلص الوقت، اذا في اي سؤال انتم كلكم موجودين عندنا على جروب الواتساب، الجروب هاي راح تظلها فاتحه مش راح نسكرها ولا حدا يطلع منها، لانه راح نحط تسجيل المحاضره فيها، التقرير والتسجيل المحاضره والرابط تبع الكتب كمان فيها، تمام؟ فالكل يظل موجود فيها. اذا في اي استفسار تقدر تساله كمان على نفس الجروب. وبارك الله فيكم. اللي بحب ياخذ رقمي حياه الله يحكي معي في اي وقت، اللي بده اياه انا حاضر ابشر. الله يسعدك، رقمك موجود كمان، المهندس يزن موجود معنا بالجروب، يعني الكل موجود، فأي سؤال بدكم إياه شباب على الجروب، ما حدا يطلع من الجروب، ما في داعي حدا يغادر الجروب، أصلا هذا الجروب فاتح من المحاضرة رقم 2، تمام؟ فعلا من سنة طيب. شوي تقريبا. أيوة، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نشوفكم في نشاطات قادمة إلنا بإذن الله، حياكم الله جميعا، وأي سؤال إحنا جاهزين، بس ارسلونا على الواتساب، وشكرا لكم جميعا، شكرا لكم.